كل اللي أنا فاكراه إني كنت راكبة مواصلة لمدة 10 دقايق. يوم ما كنت لسه مخلصة الخناقة معاهم في البيت وقلت لهم إني نازلة ورايحة لصاحبتي ندى، واتحججت بالمذاكرة وموسم الامتحانات، وخليت ندى تكلمهم علشان يتأكدوا إني مش بتفشلهم من البيت ولا حاجة، ولا أنا مش طايقة القعدة فيه مثلا. لا لا خالص. وأنا في الطريق رايحة لندى وقبل ما أنزل بحاجات بسيطة، ابتديت أحس إن أنا دايخة ومش قادرة حتى أسند راسي على الكرسي اللي قدامي، وغبت عن الوعي. أنا اسمي ياسمين، أنا عندي 22 سنة، بدرس في كلية تجارة إنجليش، فاضلي سنتين، وزي أي بنت في سني بيكون صراعها الأزلي مع عائلتها هو مشروع الجواز، اللي من وجهة نظري المتواضعة مع مرور الأزمنة والعصور بدأ يبقى مشروع فاشل بنسبة كبيرة. طول الوقت نسمع عن فلانة اتجوزت فلان، وهوب بعد كام شهر اكتشفت إن هو متجوز 2 غيرها أو عاوز يتجوز غيرها، وده طبعا أنا مش ضد الشرع يعني، لكن بقول انه على الاقل يبقى فيه صراحه، مش علاقه كده تتبني على كذب كده ونقول عادي. ولا مثلا جوازات تانية تبقى مراته اللي اكل معاها عيش وملح وبسبب اعتقاد تافه في دماغها ان هو مثلا مش مراعيها ولا بيعاملها وحش تقوم هي قتلاه وخافيه جثته مثلا. طب ده يرضي مين ده؟ مش في قانون في البلد دي؟ ولا هو اللي مش عاجبه كده ياخد حقه بدراعه بقى وخلاص؟ فبصراحه انا من وجهه نظري ومن زمان جدا انا محدده موقفي من الجواز والعلاقات بشكل عام. انا مش عايز ارتبط، مش ناوي أريل زي البنات على أي جوازة وخلاص. أنا مش من الشارع علشان أنجرف ورا كلام خايب زي ده. وده بقى كان موضع الخلاف بيني وبين أهلي طول الوقت، حتى من قبل ما أدخل الكلية، وهم كل اللي طالع عليهم في حد مناسب ليكي جاي يتقدم لك وعايز يشوفك ويقعد معاكي، وأنا أصلا من أول كلمة وأنا رافضة. إيه مناسب ليكي دي؟ من حيث إيه مناسب ليا يعني؟ بناء على إيه قررت إنه مناسب؟ ماديا؟ ما ياما جوازات انتهت ومش بسبب المادة خالص. التفاهم فين؟ قبول فكرة الجواز أصلا اللي أنا رفضاها دي موقفها إيه من العريس المناسب اللي أنتوا بتتكلموا عليه ده؟ المهم من غير تطويل ومط، لأن أنا لو قعدت أحكي قد إيه هم مملين في مواضيعهم وعرسانهم قد إيه برضو مملين زيهم مش هنخلص. فخليني أدخل في الموضوع على طول وأحكي لك من الأول. يوم ما كنت قاعدة كافية خيري شري وبذاكر، ولكن في حاجة غريبة جدا. ماما كانت كل شوية تيجي تبص عليا وتمشي، تبص عليا وتمشي. وبعدين في حاجة تانية، ماما شغالة تنظيف في البيت من وقت من الصبح بطريقة أوفر جدا، والأغرب إنها ما طلبتش مساعدتي، وأنا بقى قاعدة زي الهبلة مفكرة إنه ياه أخيرا ماما حست بيا وبمستقبلي ومهيئالي جو مناسب للمذاكرة. ياه أما أنا هبلة وعبيطة بشكل. الست ماما فضلت على الحالة الغريبة دي تقريبا طول النهار، لحد مع المغربية كده وأنا قاعدة بذاكر عادي جدا، لقيت اللي بتدخل عليا وبتفتح دولابي وبتتكلم بصوت واطي جدا وبتوشوشني كده وبتقول لي الطقم ده بيبقى حلو عليكي، قومي البسيه واطلعي لأبوكي بره يلا. قلت لها ليه ألبسه وأطلع لبابا بره؟ ما أطلع له وأنا كده. قالت لي لا عيب، ما أبوكي مش لوحده بره. أنا بس فهمت اللي داير في البيت من الصبح، الموضوع فيه ريحة عريس وقاعدة بالعافية، بس هما بجد جايبينه البيت يقعد معايا كده عافية وأنا معرفش حتى؟ طيب ما لحقتش أتعصب على ماما، لقيت بابا داخل وهي البصة ففهمته على طول. قمت وأنا متنرفزة لبست اللي طلعته ماما وطلعت. كان قاعد هو جنب بابا في سماجة بايخة جدا. قعدت بعيد كده وابتسمت ابتسامة صفرة، ولقيت بابا بينسحب بالذوق وعايزنا نقعد مع بعض، وهو يقعد بقى بعيد ويدينا مجال يعني للكلام. رحت قعدت، هو بدأ يتكلم، والغبي الغشيم بيتكلم عن نفسه، بيتكلم عن نفسه بس حرفيا. مش بقول لكم مشروع فاشل؟ ما عداش 10 دقايق وانا ما استحملتش، ما مش قادر. قلت له هو انت عايز ايه؟ السؤال كان واضح كده ان هو خضه قوي، فقال لي ايه؟ قلت له عايز ايه؟ عايز تتقدم لي بالطريقه الخايبه دي؟ للاسف مش هينفع، انت مش ملاحظ انك اتكلمت على نفسك اكتر ما اتكلمت عني، او حتى سبتني اتكلم عن نفسي او اسالك؟ انت شايف الاسلوب ده ناجح يعني؟ كونك لما تتكلم عن نفسك انا هنبهر وهقع في غرامك فهحبك او هيبقى في ما بيننا حاجه؟ ورحت قايمه واقفه، بابا بصلي كده وجي رحت بصاله انا البصه بقى اللي هو عارفها ان انا كالعاده مش موافقه على الطريقه اللي هما بيتعاملوا بيها معايا دي، ودخلت. بغض النظر هما هيعملوا ايه بقى معاه انا ما يشغلنيش. دخلت كلمت ندى علشان تكلمهم هي وتعرفهم اني لازم اروح لها اذاكر معاها علشان هي معاها ورق وانا معايا ورق، و مهم ده اللي حصل فعلا.
ونزلت وهم واقفين بره بيحاولوا يعتذروا بقى عن قله ذوقي، وسبتهم ونزلت. اول ما نزلت كانت الساعه تقريبا 7 بالليل، ركبت عربيه. انا عارفه انه المشوار من بيتي لبيت ندى اقل من 10 دقايق. الميكروباص اللي انا ركبته ما كانش فيه حد غير اتنين، واحد قاعد جنب السواق ما خدتش بالي منه، وواحده ست قاعده في الكرسي اللي ورا اللي وراه. فقعدت جنب الست علشان ابقى مطمنه اكتر. قعدت جنبها، الست كانت لطيفة جدا، كانت منتقبة. قعدت ودفعت الأجرة وقعدت تتكلم الست معايا، يعني عادي اسمك ايه وبتاع، وانا برد عليها عادي جدا، انا كلها 5 دقايق ونازلة يعني. المهم معداش دقيقة وكنت بكلم ندى وبقول لها ان انا خلاص قربت عليها تنزلي تستناني تحت. وانا بكلم ندى زي ما اكون حسيت بشك كده في رجلي من فوق من الجنب، بس معرفش ليه ما انتبهتش. اللي انتبهت له ان صوت ندى ابتدى يبعد، وابتديت أحس إن النور في الشارع ابتدى يبقى مزعج لعينيا، وما بقتش حاسة بإيدي وهي بتنزل بالموبايل لتحت، وأنا بحاول أخد نفسي ومش عارفة. وآخر حاجة سمعتها مالك يا حبيبتي، وقف على جنب يا اسطى البت بيغمى عليها بتروح مني، وبعدها ما حسيتش بأي حاجة. كل اللي أنا شايفاه ضلمة، وسمع أصوات كتير جنبي ومش فاهمة منها أي حاجة. كل اللي أنا فهمته من الكلام حد بيقول: هو أنا هاوي؟ طلاق تلاتة ما هتعرف تنطق ولا تتكلم ولا حتى تتحرك. وقتها أنا أول حاجة خطرت في بالي إن ده حلم، حلم بحلمه وهصحى منه أول ما أوعى على اللي أنا فيه اللي أنا مش فاهماه ده. بس اللي اصطدمت بيه إنه ده، إنه ده مش حلم، أنا مش بحلم. أنا حاسة ووعية بس لا قادرة أتكلم ولا قادرة أتحرك، زي المتكتفة. وهنا أدركت إنه اللي كان بيتكلم من شوية ده يقصدني أنا. نفس الشكة ابتديت أحس بيها بس المرة دي في إيدي، ورغم الوجع وإنها ما كانتش شكة بسيطة أو الإيد اللي بتشكيني إيد خفيفة، أنا حسيت إن إيدي اترفعت من مكانها، اتشكيت فيها بطريقة غشيمة جدا واتهبدت تاني. أنا حسيت بنفسي بغيب تاني ومش حاسة باللي حواليا تاني. وقبل ما أغيب أدركت الصدمة التانية، الضلمة اللي أنا فيها دي بسبب حاجة ملفوفة على عيني ووشي كله، لأني لاحظت أني بتنفس بصعوبة، زي ما يكون في خيشة تقيلة على وشي. دروخت، بدأت ما أحسش بالعالم حواليا، وغبت تاني عن الوعي. فوت على تراب شديد عمال يدخل في بقي ومناخيري. أول ما فتحت عيني أول حاجة لاحظتها هي الشمس اللي كانت حرارتها شديدة جدا، وابتديت أكح جامد لدرجة أني كحيت كمية تراب مش طبيعية، وريقي من كتر ما هو ناشف حسيت أن المسألة كلها كام كحة كمان من دول ومش هبقى قادر أخد نفسي وأكيد هموت. لكن ملحقتش، ولقيت ظل معرفش جه منين، وحد بيمديلي ايده وبيحاول يقومني، وانا لا عارفه انا فين ولا ايه اللي بيحصل. وهو بيقومني من هنا، وفجاه حسيت بوجع مش طبيعي في بطني، تحديدا في جنبي. غصب عني وانا بكح صرخت، فلقيته بينزلني تاني وبيجري بعيد، وبعد ثواني بيرجع وبيرش ميه في وشي وبيديني اشرب. شربت الماية كأني ما شربتش في حياتي قبل كده، وغسلت زوري من التراب اللي كان فيه بالعافية، ومسحت عيني وأنا بقاوم الوجع اللي أنا حاسة بيه، لكن ما كنتش قادرة. ابتديت أحس بنفسي وأنا بسأل أسئلة كتيرة زي: أنا فين؟ أنا تعبانة؟ أنا مالي؟ وطبعا الشخص ده اللي ملحقتش أشوف ملامح وشه غير طشاش كده، كل اللي كان بيحاول يعمله إن هو يقومني. فعلا بالعافية قمت وصرخت من الوجع، مشيت خطوتين معاه، فتح باب عربية، وأول ما دخلتها ما حسيتش بأي حاجة غير بإني سندت دماغي وما فقتش أو وعيت بشكل كامل غير في بيتنا. اللي حسيته قبل ما فوق في البيت إن أنا في عربية ماشية في شوارع كتير، لكن أنا رايحة فين جاية منين مش عارفة أي حاجة ومش قادرة أحدد. فقت على إيد بالطبطب على راسي، وعياط عياط كتير جدا بقى فوق راسي. أنا في الأول فكرته حلم برضو،
لكن لا، ما كانش حلم. واللي كانت بتعيط دي أمي، أخيرا حد نعرفه. فتحت عيني، ابتدت هي تتكلم، وحبيبتي حمد الله على السلامة، والعياط لسه مستمر بهستيريا، وحواليا ابتديت أحس إنه لا، مش ماما لوحدها، بابا موجود، وفي دكتور تقريبا أو ممرضة، وناس تانية قاعدة، وبابا بيقول تقريبا هي مش هتقدر تتكلم، قدروا الظرف اللي احنا فيه، وانا عليا الطلاق، تقوم واطمن على بنتي وهجيبها لكم لحد عندكم. قلت في عقلي بالي، توديني عندهم فين يا بابا؟ هو في ايه؟ فين وفين؟ على ما فهمت من الكلام انه الناس دي جايه تحقق معايا بسبب بلاغ اختفائي عن البيت اليومين دول. يومين كاملين. هو ايه اللي حصل لي؟ انا مش فاهمه حاجه، حد يفهمني. قمت ووعيت للكلام، وابتدى يتقال لي اني كنت مخطوفه وغايبه عن البيت لمده يومين، وانتهى بيا الامر مرميه على الطريق الصحراوي من غير شنطتي، بهدومي بس. واللي لحقني من الرميه دي شاب كان معدي على الطريق الصبح بدري، لانه من الواضح ان انا اترميت بالليل على الطريق ده. وهما بيكلموني وبيحكولي الكلام ده، دخل والدي ومعاه حد. انا ميزت الملامح، انا عارفه الملامح دي، هو ده الشخص اللي أنا فوقت لقيته لما كنت مرمية على الطريق، لما ما كنتش قادر أخد نفسي وكنت عمال أكح. قمت كده سنة تحملت على نفسي يعني، وبابا جنبه بيقول لي الأستاذ الله يكرمه هو اللي طمنا عليكي ولقاكي، ولولا بعد ربنا كان زماننا لسه قلقانين عليكي، وربنا وحده يعلم كان هيجرالك إيه. بصيت له، معرفش ليه ابتسمت، بس أنا حالتي النفسية والجثمانية ما كانتش مساعداني أعمل أكتر من كده. شكرته بهدوء كده، وهو خرج وهو بيسلم على بابا وبيقوله لو احتاجوه في حاجة، في أي كلام في البلاغ أو أي حاجة، أنا تحت أمركم. وخرج من هنا، وأنا انتبهت للوجع اللي أنا حاسة بيه. فقمت وماما بتسندني وبتسألني حاسة بإيه يا حبيبتي؟ قلت لها ماما أنا حاسة إن أنا مش قادرة أتحرك، جسمي متكسر وبطني من هنا. ولسه بحط إيدي على جنبي مكان ما أنا حاسة بالوجع، ولقيت المنطقة دي في بطني مشدود عليها بلاستر بتاع الجروح الكبير ده، ومجرد ما لمستها بس وجعتني أكتر. قلت لماما هو في إيه هنا؟ أنا حصل لي إيه؟ ماما عياطها زاد، ودخل بابا يهديها، وقعد عند رجلي كده وهو بيطبطب عليا وبيقول لي اتصلنا بيكي بعد ما نزلتي من هنا بخمس دقايق نطمن إذا كنت وصلتي عند صاحبتك ولا لسه، لقينا موبايلك مقفول. اتصلنا بندى قالت انها مستنياكي في الشارع، وانت كنت بتتكلمي معاها من دقيقتين وقفلتي، وانك لسه ما وصلتيش كل ده. قلقنا، نزلت انا وركبت لهناك، وطول الطريق عمال احاول ارن عليكي مفيش فايده، موبايلك كان مقفول. بقيت هتجن واقول لنفسي طب راحت فين وهي مكلمه صاحبتها وصاحبتها مستنياها، يبقى أكيد جرالها حاجة. مهدتش إلا لما رحت سألت كل الميكروباصات اللي بتعدي على الخط ده وأوريهم صورتك، وأسألهم ركبت معاكم، حد شافها؟ غلبت ومحدش فادني بحاجة، وفي الآخر قلت أبلغ. قبل ما أبلغ سألت آخر ميكروباص كان قدامي، قال لي إنه متهيأ له إن في واحدة شبهك ركبت معاه في نفس الوقت اللي أنت نزلتي فيه، وقال لي إن هو فاكرك علشان أنت أغمى عليكي وأنت راكبة الميكروباص أنت وخالتك. قلت له خالتها؟ خالتها مين؟ انا بنتي ملهاش خالات، خلانها رجاله كلهم. قال لي انه في واحده كانت جنبك لما ركبتي الميكروباص سلمت عليكي وقعدتوا تتكلموا، ففكركوا تعرفوا بعض، ولما انت اغمى عليكي وهي قالت انها خالتك وتعرف بيتك اكيد، واول ما غبتي عن الوعي قعدت تتصل بحد وتقول انه ابوكي، وواحده وتقول انها امك، ومفيش دقايق وجات عربيه فيها واحد بيقول انه هو ابوكي، وواحده بتعيط وبتقول انها مامتك، وخدوكي في العربية وقالوا هيطلعوا بيكي على المستشفى علشان هما متعودين إن الدور ده بيجيلك كل فترة، وخدوكي ومشيوا. حاولت أسأله يا بنتي عن نمر العربية وما كانش فاكرها، خدته وطلعت بيه على الاسم بلغت، وخليته يعيد الكلام ده كله من تاني لحد ما قالوا لنا إن هما هيدوروا، بس ولقيت بابا راح معيط وكمل وقال
قالوا لي يا عم الحاج ادعي، لانه النوع ده من الخطف اللي بيبقى فيه تخدير ده البنات اللي بتروح فيه ما بترجعش، ما تعشمش نفسك. بس احنا هنعمل اللي علينا وربنا يسهل. ما قدرتش يا بنتي، صرخت فيهم وزعقت، يعني ايه يعني ايه بنتي تروح مني وانا واقف اتفرج؟ بس ولا الزعيق والمشاكل كانوا هيعملوا حاجة. ما كنتش عارف اروح فين في اخر اليوم رغم اني تعبان من كتر اللف والتدوير، بس ما كنتش عارف ادخل البيت وانا عارف انك مش فيه. وعدى يوم من اصعب ما يكون، اتصالات من كل حتة، اللي يطمننا واللي يعيط معانا، اللي يواسينا واللي يقول لنا دوروا في المستشفيات والمشارح. وانا قلبي ما كانش مطوعني اعمل كده، ما كنتش هستحمل اشوفك في مكان من الاماكن دي. عدى نص يوم كمان واحنا في نفس الحالة، لحد ما كلموني وقالوا لي انه في جثة لبنت في نفس العمر برضو تقريبا، كانت مرمية في ترعة، طلعوها من كذا ساعة وتعال اتعرف عليها. رحت ورجليها ما كانتش شايلاني، ودخلت المشرحة وبقوا يسندوني يا بنتي من كتر ما انا مش قادر اتحرك او ادوس على رجلي. وصلت عند الجثة واللي شفته يا بنتي رعبني، ما كانتش جثة، دي حاجة أنا عمري ما هنساها. كان باين إنها بقالها مدة طويلة في الترعة دي، لأنه ملامحها مطموسة خالص، رايحة خالص. ما حسيتش إنها أنتي، قلت لهم لا مش بنتي، بس عارفة كنت خايف، خايف لا تكون بعد الشر أنتي وأنا اللي مش عارف أتعرف عليكي من كتر ما الجثة متبهدلة. وأكدت عليهم إنها مش أنتي وخرجت، ما كنتش قادر أستنى. في طلعتي لقيت ناس تانية، أب وأم وبنت صغيرة، تقريبا كانوا مبلغين برضو عن اختفاء بنتهم وداخلين مكان ما أنا لسه خارج. وعلى الصويت اللي سمعته من أول ما دخلوا، حتة جوايا اتوجعت على الأب والأم والبنت الصغيرة دول، وحتة تانية اطمنت إنها ما طلعتش أنتي. روحت وغصب عني نمت، بقالي يومين ما دقتش طعم النوم. نمت وصحيت على مكالمة من مستشفى بيقولولي إنه في واحدة جت مع واحد بيقول إنه لقاها مرمية على الطريق الصحراوي، وهي ملتهم الرقم بتاعنا بالعافية، وبيسألوني هل عندي بنت متغيبة؟ قلت لهم آه بنتي، هي بنتي. ونزلت جري حتى من غير ما غير هدومي، ورحت وشفتك يا بنتي، والحمد لله ألف حمد وشكر لله إنك كنتي بخير. دخلوكي أوضة يكشفوا عليكي ويعملولك تحاليل، لقوا إنه ولاد الحرام اللي خطفوكي وخدروكي كان هدفهم تجارة الأعضاء، وبيقولوا إنه في جرح في جنبك، لما كشفوا لقوا إنه في كلية ناقصة. ونهار بابا في العياط وأنا معاه مش مصدق الحكاية اللي هو لسه حكيها دي. وابتديت أجمع إن أنا حد سألني عن رقم بابا، وافتكرت ريحة المستشفى اللي كنت فيها، افتكرت حاجات بسيطة بعد ما هو حكى. بابا قال لي إنه الموضوع لسه ما اتقفلش، وإن هما لسه عايزين مني كلام أقوله في التحقيقات علشان ده هيفيدهم يلاقوا اللي عملوا فيا كده ويحاسبوهم. اليوم ده كمل بعد كده زيارات من صحباتي وقرايبنا اللي نعرفهم واللي ما نعرفهمش، اللي بيطمن واللي جاي يرمي كلام زي السم بلاش نتكلم فيه. بس عموما اليوم كان مليء بالزيارات والأسئلة والاستفسارات، وزهقت حقيقي من كتر ما أنا عمالة أعيد اللي حصل على كل حد يسألني. بس هو سؤال واحد بس اللي بقف عنده كل مرة، ما ببقاش عارف أرد أقول إيه لما بيسألوني عن الشخص اللي أنقذني، اللي أنا معرفش اسمه غير من بابا، كان اسمه نادر. كل ما حد يسألني أتلخبط، وأعتقد في كل مرة كنت بتسأل كنت بجاوب إجابات مختلفة، بس من جوايا أسئلة أكتر بكتير. مين ده ولقاني إزاي وحكايته إيه؟ كل حاجة.
بس كنت مطمنة أني هعرف إجابات لكل الأسئلة دي، لأنه بكرة المفروض هو هيجي معانا النيابة علشان يعيد أقواله قصاد أقوالي أنا كمان. وفعلا تاني يوم الصبح نزلت أنا وبابا ولطيف إن إحنا لقيناه مستنينا تحت البيت بعربيته، وأصر إنه يوصلنا معاه ورفض إننا نركب مواصلات أو حتى نطلب عربية. رحنا النيابة والتحقيق اتفتح، واتكلمت أنا وحكيت كل اللي أنا عدته للمرة المليون امبارح تاني. وسألوا نادر على اللي حصل، وقال إن هو بيمتلك شركة مقاولات في مكان ما قريب من المكان اللي هو لقاني فيه، وإنه كان في الشركة دي لحد وقت متأخر، فقرر إن هو يبات ويرجع الصبح لأنه الطريق بيبقى وحش جدا بالليل. وتحرك فعلا تاني يوم الصبح بدري، وأثناء ما كان على الطريق وهو متعود يسوق هادي طالما ما وراهوش شغل، لمح حد نايم على جنب الطريق جوه في التراب، وكان مفكر إن هو كيس أو شوال أو حاجة كده، لحد ما قال لأ ده بني آدم. ركن العربية ونزل لقاني بحالتي دي، لحقني بالمية وخدني على أقرب مستشفى، وهناك سألوني عن نمرة بابا اديتها لهم وأنا مش في وعي الكامل، وجي بابا وحصل اللي هو حكاهولي من قبلها. خلصت التحقيقات وخرجنا، بابا أصر وحلف على نادر إن هو يجي يتغدى معانا، ورغم إن هو كان رافض يجي إلا إنه بابا وأنا كمان أصريت إنه يجي، وجي معانا فعلا. اتغدينا وشربنا الشاي، كل ده وإحنا بنتكلم عن اللي حصل وبنحاول ننساه بمواضيع تانية، مواضيع تانية زي إنه نادر مثلا شخصية ذوق جدا، وإنه لابق جدا في الكلام، ودمه خفيف، وده شيء ملحوظ، وعرف يخلينا في عز النكد اللي إحنا فيه بسبب اللي حصل نضحك من قلبنا بجد. فكانت بصراحة قاعدة لطيفة جدا إلى حد كبير. انتهت بسرعة رغم إن أنا كنت عايزاها بس يعني تطول شوية، لكن الحقيقة على آخر اليوم معرفش ليه عملت كده، بس أنا أخدت رقمه من موبايل بابا وبعت له رسالة شكر، أولا على اللي عمله معايا وأنا معرفتش أشكره عليه، ثانيا على اليوم الجميل اللي قضيناه النهاردة. رد عليا وقال لي أنا ما عملتش حاجة، وأي حد كان مكاني كان لازم هيعمل كده، المهم بس إن أنا اطمنت عليكي وإنك بخير وكويسة. قلت له يعني أنت ده اللي يهمك؟ إنك بس بتطمن إني بخير وكويسة صح؟ رد وقال لي أطمن عليكي وبدأ يتوه في الكلام ويفتح مواضيع تانية يخلينا بيها ما نبطلش كلام، وبصراحة كان شاطر في ده، لأن يومها ولحد الساعة 6 الصبح وإحنا بنتكلم، وقبل ما خلاص أسقط ونام لقيته بيطلب مني إنه يسمع صوتي بحجة إنه عايز يتأكد إني كويسة. بالأول قلت له إن أنا كويسة والله ومفيش داعي للمكالمة يعني، وبصراحة لما لقيته بيوافق وبيتنازل عن المكالمة شبطت أنا فيها، قلت له لو عايز تتأكد أنا ما عنديش مانع يعني، واتصل فعلا زي ما يكون مصدق. وكانوا أحلى دقيقتين اتكلمتهم في الموبايل في حياتي تقريبا. صوته هو نايم وهو بيسألني عاملة إيه دلوقتي، كانت عاملة إيه ليها وقع مختلف عليا، الكلمة نفسها ما اتقالتليش بالطريقة دي قبل كده. والكلام خد بعضه يوم ورا التاني لحد ما بقت مكالمته شيء أساسي في اليوم. إزاي معرفش، حتى ما حاولتش أعرف ده حصل إزاي. أنا مبسوطة ومرتاحة وخلاص. عرفت ماما طبعا أننا بنتكلم، وهي ما كانش عندها أي مشكلة، بالعكس هي كمان كانت شايفاه حد لطيف ومناسب جدا وكويس، وحابة كلامنا سوا وبتدعي لنا. فاتت أيام بسيطة وابتديت أستأذن من ماما وبابا أن هم يعزموه في البيت. تخيلوا أنها بقت تيجي مني أنا. كلموه وعزموه عندنا في البيت، وماما كانت عاملة أكل يعني ما أقولكوش. خلصنا الأكل وزي ما قلتلكم إحنا الفترة اللي فاتت كنا بنتكلم كتير جدا، لدرجة إن كلامنا مع بعض بقى شيء أساسي في اليوم. لحد ما بعد ما خلصنا أكل وماما بدأت تشيل في الأكل هي وبابا، معرفش ده حصل إزاي، أنا لقيت نفسي بصاله ومتنحاله ومش عارفة أتكلم، أو مش عايز أقول أي كلام غير كلمة واحدة بس، أنا بحبك. طلعت مني؟ طلعت مني. ما إزاي أنا مش عارفة. لقيته مد إيده ومسك إيديا وقال لي إن هو كمان بيحبني. لو قلت لكم إن أنا أي حاجة مرت عليا وحشة في حياتي اتنست أو اتمحت بشكل كامل في اليوم ده ممكن ما تصدقونيش. في حاجات حلوة كده معينة بدورها لما بتيجي في حياتك بتمحي كل اللي كان قبلها وكانه ما حصلش، بتنسيك أي تعب أو وجع أو حاجة زعلت علشانها، كل حاجة بتنساها،
الموضوع ما خدش يومين تلاتة على ما ابتدت مشاعرنا تبقى واضحة قصاد بعض، ولقيته بيكلم بابا على ميعاد للخطوبة وبيحدد معاه كل حاجة. من بعدها بعد كده كل حاجة بدأت تمشي بسرعة وكويسة برضو في نفس الوقت، ونزلنا واتفقنا على الشبكة ونقالي بصراحة أحلى حاجة وكانت أغلى حاجة برضو، وكان مبسوط جدا وأنا كنت طايرة من الفرحة. وقعدنا فترة مش كبيرة جدا مع بعض لحد ما في يوم كان هو عندنا في البيت. كنا خلاص أخدنا على بعض وهو كان بيجينا البيت كتير، وفي اليوم ده كان هو مش متزبط، كان متضايق بشكل غريب جدا وبتعامل بأسلوب متصنع كده غريب أنا مش متعود عليه، إن هو مش تلقائي. اليوم ده كان متصنع الضحك وكان متصنع الكلام، في حاجة غريبة. بعد ما خلصنا أكل قام يغسل إيده مكان الأكل وكان سايب موبايله على السفرة معايا، وأنا كأي بنت يعني حابة أجرب موضوع الغيرة ده وأشوف هو بيكلم حد كده ولا كده. أنا ما كانش فيها الخصلة دي زمان، ولكن ما عرفش جايز العلاقات لما بتيجي بتجيب الخصل دي معاها. وفتحت الموبايل، فعلا كان معايا الباسورد، وأنا ماسك الموبايل بفتح النوتيفيكيشن كده لقيت رسالة من واحد، ما تسألونيش ليه بصيت فيها وقريت الكلام ده اللي قريته، مع أنه كان واضح أنه اسم راجل يعني، بس ما عرفش ليه قريت الكلام. كان مكتوب فيها كلامنا مخلصش، والناس اللي خلفنا بوعدنا معاهم مش هيسامحوا، وإذا كانت البنت صعبت عليك وسحبتها من تحت إيديهم وهم شغالين فما تنساش أنها مش هتنفعك، وبقول أن أنا ما قلتلكش وبفكرك تمسح الرسائل علشان لو نسيت، سلام. معرفش ليه فتحت الشات ده ولقيت أنه فعلا الشات أغلبه كلام ممسوح، مفيش بينهم غير كام يوم بس اللي هما لسه ما تمسحوش. كلام ما يقلش غرابة عن اللي أنا قريته، كلام معناه وملخصه أن نادر بقاله فترة مبوظ الدنيا عليهم ومش عارفة إيه، وكلام فيه سيرة عم نادر اللي هو أخو بابا الله يرحمه، بيقوله أنت ورطتنا وأن شغلنا مفهوش تعاطف وأنك هتخسر كل حاجة، اللي هو الشخص التاني بيقول لنادر كده. وأغلب ردود نادر كانت ردود مقتضبة جداً، كانت أغلبها أنا عملت كده، ما تنساش أنه المكان تبعي، يعني أنا اللي هطلت لو اتجابت سيرتي، ومع ذلك أنا بقولك ملكش دعوة، ما تشغلش بالك بالموضوع ده بالذات، طلع نفسك منه. يوم التاني ردد وقال له أنا لو طلعت نفسي منه غيري ما هيصدق يمسك عليك غلطة وساعتها هتوقعنا كلنا، فمستحيل أسكت يا نادر. فما بقيتش فاهمة، الموضوع شكله كبير وعقلي الصغير ده مش قادر يستوعب حجم الموضوع، بس كل اللي فهمته ان الموضوع ايوه زي ما فهمته كده. سبت الموبايل ما بقتش عارف اقول ايه او اعمل ايه، بس ما عرفش ليه قررت ان انا ما بينش، وهو اليوم ده اصلا ما كانش مركز معايا، والسبب ان هو ما كانش مركز اكيد الرسائل دي. رجعت الرسالة كده انريد تاني وسبت الموبايل. دخل هو وقعد ومسك الموبايل شوية وبعدين استأذن علشان يمشي، قلت له ماشي خلاص مع السلامة وسبته ينزل. وفي ثواني لبست ونزلت وراه وفهمتهم ان انا نزلاله تحت، استنيته يطلع العربية من الجراج وخدت تاكسي ومشيت وراه. فضلت وراه لحد ما طلع تقريبا على الطريق الصحراوي ناحية الشركة بتاعته اللي هناك، سواء التاكسي قرف مني بس فهمت ان اللي هيطلبه هياخده. وفعلا وصل عند الشركة، واتضح لي ان الشركة دي مكان ما فيهوش عمار قوي يعني، مكتوب عليها شركة كذا للمقاولات تبعه، بس واضح عليها انها ما فيهاش شغل. نزلت بره بعيد وسواق التاكسي سابني ومرضاش يستنى، دخلت واحدة واحدة من الباب اللي هو دخل منه لحد ما لقيت عربيته راكنة جوه ومفيش اي حد تاني في الشركة. قعدت اقول لنفسي شركة ايه دي اللي ما فيهاش حد، شركة ايه دي اللي فاضية كده. قربت ناحية العربية ولسه ببص حواليا علشان اشوف هو راح فين، سمعت صوته جاي من ورايا بينادي عليا. اتلفت وانا مرعوبة ولقيت ملامح وشه متغيرة تماما، بصصلي بخوف ورعب وهو مش عارف يقول ايه. ابتدى يتحرك ويجي جنبي، لقيته بيسألني انت ايه اللي جابك هنا وبتعملي ايه هنا؟ قلت له انا ايه اللي جابني هنا؟ انت اللي بتعمل ايه؟ فهمني ده ايه وبنت مين اللي بتتكلموا عليها في الرسائل؟ بدأ يزقني ويقول لي اركبي العربية ويزعق، اركبي وانا هفهمك كل حاجة، وانا رافضة ان انا اركب العربية.
لحد ما فتح الباب وزقني بالعافية ودخلت العربية. وقتها منكرش أنا كنت مرعوبة، التجربة اللي حصلت دي خلتني جبانة أكتر من الأول. ركب جنب العربية ولف بيها حوالين الشركة، وطول الوقت ده أنا قاعدة مرعوبة لا هيعمل فيا حاجة. لف بالعربية لحد ما وقف قدام باب كده صغير متداري، وقف بالعربية وبطلها وابتدى يتكلم. هنا ورا الباب ده في المكان اللي أنا بجد أنقذتك منه. أنا ما أنقذتكيش على الطريق أول مرة، أول مرة كانت هنا لما كنت بين الحياة والموت، وأنا لحقتك من تحت إيديهم قبل ما يعملوا فيك اللي متعودين يعملوه مع أي حد بيجيبوه هنا. اتنرفزت وأنا بعيط وبقول له هما مين وبيعملوا إيه؟ أنا ورثت الشركة دي من عمي، وبعد ما أبويا مات عمي هو اللي رباني بحكم إن ما عندوش ولاد من مراته الله يرحمها. ومن وقت ما أنا عشت معاه كان بيلمحني طول الوقت إنه في شغل تاني هعرفه في وقت معين، إمتى معرفش. الشغل ده عرفته بعد ما هو مات. الشغل ده كان تجارة الأعضاء، بيزنس خفي هو مجرد شريك فيه، وعشان محدش يقفشه كان مداري في شغل المقاولات، وأنا معرفتش أخلع منه. أنا لحقتك وخطرت علشانك بحاجات كتير، وإيه السبب أنا معرفش. أنا حسيت ناحيتك بحاجة أنا مش فاهمها، بس الحاجة دي كانت كفيلة إنها تخليني أمنعهم في اليوم اللي جابوك فيه إن هم يكملوا معاك اللي كانوا عايزينه. ساعتها أنت ما كنتيش هتخرجي من هنا عايشة، كان زمانك لسه في نفس المكان اللي أنا لحقتك منه على الطريق، بس كان زمانك جثة ساعتها. أنا أنقذت حياتك مرتين، مرة لما لحقتك من تحت إيديهم، ومرة تانية بعد ما رموك على الطريق ودورت عليكي طول الليل لحد ما لقيتك الصبح. كل ده وجايت فتشي ورايا وتحاسبيني؟ أديك عرفت أنا عملت إيه علشانك. بقيت واقفة مش عارفة أتكلم، مش عارفة أعلق، اتخرست، الكلام كله اتحاش. وقبل ما أفكر حتى أتكلم سمعنا صوت عربية داخل المكان اللي إحنا واقفين فيه، وفعلا في أقل من ثواني دخلت عربية وإحنا واقفين. دخلت ونزل منها واحد، أول ما نزل فضل يبصنا بصة كلها خباسة وقرف. الراجل ده تقريبا أنا شفت صورته على الواتساب، الشات اللي أنا قريته قبل ما أنزل، هو ده اللي كان بيكلمه عليا. قرب من هنا وجاء عند نادر وخبط على كتفه وقال له لو جايبها يبقى أهلا بيك، لكن لو حاجة تانية يبقى عليه العوض ومنه العوض يا أبو الرجال. نادر قاعد يقول لي اركب العربية، معرفش ليه ساعتها ما كانش قدامي غير أن أنا أسمع كلامه بس، خصوصا بعد اللي هو لسه حكيه. ركبت العربية وهو كمان ركب ومشي بالعربية. في الطريق فضل ساكت كتير، ما كانش بيعمل حاجة غير أنه بيفكر، وأنا ما كنتش عارفة أتكلم. لحد ما هو قال لي ما قدمناش حلول كتير، اللي هنعمله كالآتي. أنا باقي عليك يا ياسمين، وشرحت لك كل حاجة وفهمت كل حاجة، ودلوقتي لا أنا ولا أنت هنبقى في أمان. معايا في اللي هنعمله ولا حابة تسيبيني في كل ده لوحدي؟ بصراحة أنا وافقت على اللي هو قاله. اقترح إننا نعمل فرحنا في مسجد علشان نقلل العين علينا ونسافر بعدها على طول. وفعلا سافرنا، وإحنا دلوقتي في دولة عربية مش هينفع أقول اسمها، بس أنتوا أكيد خمنتوها. بقالنا شهور عايشين هنا مع بعض، بس نادر لحد دلوقتي ما لمسنيش، لأني مش عارفة أسامحه على اللي حصل. وعشان كده أنا بعدت القصة دي، أنا مش عارفة أسامحه ولا ما سامحوش. أسامحه علشان هو أنقذني مرتين زي ما قال، ولا ما سامحوش علشان كدب وخب عليا. منكرش ان انا لسه بحبه، بس جوايا جانب فيه مش عايز يقرب منه، بيخاف كل ما بشوفه. اي نعم لحد دلوقتي انا ما شفتش منه حاجه وحشه، لكن برضو مش قادر اتغاضى عن اللي حصل. اعمل ايه؟ تعملي ايه؟ مش عارف. عموما القصه دي زي قصص كتير جدا بتحصل ولازالت بتحصل ومنتشره كتير جدا بقى لها فتره، فواجب التنبيه ان احنا نخلي بالنا ونوعي كل الناس اللي حوالينا، امهاتنا، اخواتنا، بناتنا، خلي بالكم وانتوا راكبين المواصلات، خلي بالكم وانتوا ماشيين في الشارع،
في ثانيه ممكن تحصل حاجه زي دي وما تلاقيش نفسك غير بتاخد منك عضو بقى من اعضائك، تجاره تانية من نوع اخر. المواضيع دي كتير ومتشعبه كتير جدا، احنا يا دوبك تناولنا خيط وحيد منها بس، لكن المواضيع دي متشعبه كتير جدا وبيحصل فيها بلاوي يعني اعزنا وعزكم الله، حاجات كتير بتحصل صعبه جدا. احتماليه ان اللي انت بتقراه ده يكون مش حقيقي هي احتماليه تكاد تكون منعدمه. كل كلمة هتتكتب هنا هي حقيقية، كل حاجة هتسمعها هنا هي حقيقية، ولو انت حاولت تقول لنفسك او لأي حد تاني بيسمع او بيقرأ معاك انها مش حقيقية يبقى دي مشكلتك انت وتحمل انت عواقبها لوحدك. لكن انا جاي هنا علشان انصحك، لان نصيحتي ليك صدقني هي املك وخلاصك الوحيد. انا كل حاجة انت بتدور عليها دلوقتي بس للأسف مش هتلاقيني. أنا عامل زي الإبرة اللي في كوم قش، نفسي حد يولع في القش بأي طريقة علشان يلاقوني. من وقت ما دخلت الأوضة دي وأنا كان جوايا يقين إنه في يوم هشوف حاجة مش هتعجبني، رغم إنه اللي اتقال لي كان يطمن عكس اللي أنا حاسس بيه من وقت ما دخلت وبقيت لوحدي. خليني أحكي لك من الأول. أنا اسمي عماد غانم، أنا خريج كلية التجارة قسم حاسب آلي. إلى الآن ما لقيتش شغل وفقدت الأمل إن أنا أشتغل بالشهادة دي، فحاولت كده ماشي حالي بره في أي شغلانة تانية. اشتغلت في شركة موبايلات بروموتر، ببيع موبايلات في مكان معين كده وبتحرك من مكان لمكان كل فترة، ودي أقرب حاجة بصراحة ممكن تكون تخص تخصصي يعني، بس من بعيد شوية شويتين تلاتة. اشتغلتها رغم ان مرتبها ما كانش يفتح بيت يعني، ده غير المعاملة اللي هي طول الوقت مع التجار والمشاوير الكتير، وطبعا علشان المشاوير الكتير دي فانا محتاج عربية، وانا عشان معيش عربية فالمواصلات متولية مرمط يوميا. لكن بعد ما بدأ العمر يجري والواحد بقى لازم يفكر شوية في مشاعره وعواطفه، بصراحة حبيت اخد خطوة الخطوبة، لانه في حد في حياتي نفسي انها تكون معايا يعني بشكل رسمي. ولما خدت الخطوة دي ما كنتش أعرف كم المسؤوليات اللي هتتفتح عليا وهبقى بسببها مضطر إن أنا أشتغل أضعاف شغلي ده علشان أعرف يعني أكفي المصاريف دي كلها. الموضوع كان صعب جدا ومصاريفه كتير ومسؤولياته أكبر، وعلشان ما أطولش عليكم الوضع فضل يحتد، الجمعيات زادت والديون ابتدت تتراكم، وأنا شاب صغير يعني مش حمل ديون ولا حمل جمعيات بالمنظر ده. ابتديت أستلف، ودي حاجة كانت بالنسبة لي مزعجة جدا، لأن أنا عمري ما حبيت الاستلاف تحت أي بند في حياتي، خصوصا من ناس أنا بتعامل معاها يوميا. لما بتستلف من حد أنت بتشوفه كل يوم ممكن ما يبقاش قصده حاجة، وأنت تحس إن هو بيلمح لك كده إن هو عايز فلوسه أو إن هو محتاجها، في ظل طبعا الظروف اللي احنا عايشينها دي كل الناس محتاجة فلوسها دلوقتي. فالخلاصة إنه الوضع بقى سيء جدا، فبدأت أقول أنا هاجي على نفسي وهشوف أي شغل تاني يعني أكمل بيه اليوم للآخر بعد الشركة، وحاول أعدل الكفة للديون والجمعيات ميلتها. فبدأت بقى أوصي كل حد أعرفه لو عنده فرصة شغل تانية بعد الظهر أو العصر كده لحد بالليل، أي حد كنت بقوله لو جات لك فرصة في الوقت ده أنا موجود. لحد ما في مرة تاجر من التجار اللي أنا بتعامل معاهم اسمه عم محمود قال لي بقولك إيه، أنت شغلك عندي. قلت له يا ريت والله لو في فرصة لشغل عندك من بعد العصر كده اعتبرها بتاعتي، بس أعرف منها بس أجيب باقي مصاريفي وأسدد الفلوس اللي عليا، حتى يعني أسدد الفلوس اللي عليا ليك يا عم محمود ده، لأن كان له عندي فلوس برضو، مش بقولك حالي اتدهور خالص. المهم قلت له طب الشغل عبارة عن إيه؟ قال لي بص هعرفك كل حاجة بس أزبط لك أنا المكان الأول، وما تلقش شغلانة رايقة ومش هتتعب فيها خالص، ومرتبها أعلى من اللي بتاخده في شركتكم دي وفي تخصصك كمان. أنت مش قلت لي إن أنت حاسب آلي باين؟ قلت له أيوة. انت بتتكلم بجد والله يا محمود؟ اعلى من هنا؟ قال لي اسمع مني والله زي ما بقولك كده، مرتبه حلو ومش متعبه بالنسبه لشاب زيك. قلت له خلاص يبقى بالله عليك ما تنساني واعتبرني وافقت، خلاص اعتبرني مستني اليوم اللي تقول لي فيه روح استلم حتى لو النهارده. قال لي حلو قوي، هكلمك انا وارسيك على كل حاجه على نص اليوم كده. وفعلا بعد ما مشيت من عنده مريت على باقي التجار وانا خلاص يعني بقفل اليوم، لقيته بيكلمني بيقول لي قابلني عند مفارق منطقة معينة كده، منطقة معينة احنا عارفينها انا وهو. رحت له هناك خدني بالعربية قال لي بص النهاردة هنروح اعرفك على الشغل والمكان واقول لك هتعمل ايه. قلت له تمام على خيرة الله.
اتحركنا وفضلنا ماشيين على طريق سريع كده لمدة مش كبيرة، وبعدين دخلنا في حتة أرض يجي مثلا 3 كيلو لحد ما وصلنا عند بيت كده، أو بمعنى أصح يعني قصر كبير، حاجة فخمة جدا لو شفتها تقول دي مش في مصر أكيد. المهم وقفنا بالعربية والمكان كان هادي جدا جدا، ولاحظت أنه مفيش في المكان تقريبا غير القصر ده. واتكلم عم محمود وقال لي بص بقى يا سيدي، القصر اللي قدامك ده بقاله في المنطقة دي سنين، ودارت عليه حوارات كتير علشان ياخدوه من أصحابه، وبرضه محدش عرف ياخده منهم ولا عرفوا ياخدوا معاهم حق ولا باطل. وده ليه بقى؟ مش عافية، ده عشان أصول صحاب البيت ده من دولة برة مصر، واللي سمعت أنهم معاهم جنسيات تانية، فهم يحاولوا من هنا والسفارة بتاعتهم تتدخل من هنا لحد ما زهقوا منهم فسابوهم في حالهم، بس مش بشكل كل يعني، لأنه الناس دي كانوا ولا زالوا بيقضوا أغلب شهور السنة برة مصر، وبيجوا هنا شهر شهرين الصيف تتجدد إقامتهم ويرجعوا تاني. ففي الشهور اللي هم بيغيبوها دي القصر بيبقى لوحده فاضي، فقرروا ان هم بما انهم مش موجودين فيه وفي مشاكل على القصر من حين لاخر، قرروا ان هم يرشقوا البيت كاميرات. الكاميرات دي بقى جايبه كل شبر في القصر، كل شبر بدون مبالغه، واتعملت اوضه مكتب كده جوه في الجنينه بتاعت القصر منفصله كده عنه، فيها سيستم للكاميرات والشاشات واللازم منه. الاوضه دي بقى شغلتك يا معلم، تخلص شغلك وتيجي هنا تقعد في الاوضه دي قصاد الشاشات وتراقب، حاجه حصلت كده، حد قرب، حرامي، اي حد، تبلغ على الرقم اللي هديهولك. ودلوقتي تعال اخدك لافه في المكان علشان انت هتستلم من النهارده بطل، والمرتب 5000 جنيه. طبعا انا وقتها كنت ما بين فرحه المرتب وبين رهبه الشغل الجديد، بس بيني وبينك فرصه لا تعوض خالص. ودخلنا القصر فعلا. أول ما دخلنا طبعا استشفيت إن هما مش هنا والقصر فاضي تماما، وده باين من الهدوء المبالغ فيه اللي في القصر. عدينا على الجنينة، شاور لي على الأوضة اللي فيها وحدة التحكم في الكاميرات والشاشات، وبعدين لفينا لفة حوالين المبنى بتاع القصر نفسه ودخلنا من الباب اللي ورا. دخلنا القصر كان كبير جدا من جوه، وفعلا قبل ما ننور النور كان باين الأضواء الحمراء الكتيرة بتاعت الكاميرات اللي موجودة في كل ركن. كاميرات كتيرة جدا متوزعة في كل أركان البيت تقريبا. ونور النور وبان إنه القصر على مستوى من الفخامة، وواضح إنه مصروف عليه كتير فلازم يتخاف عليه من السرقة أو النهب. أكد عليا مرورا بكل أوضة في القصر إنه الوضع تمام والأوضة فاضية وكله المفروض يعني طبيعي. أنا بس اللي استوقفني إنه الهدوء، يعني خلاص ماشي عشان ما فيش حاجة حوالين البيت فالدنيا هادية، لكن الإحساس اللي أنا حاسه دلوقتي مش عارف أوصفه بإيه. إحساس رهبة برضو جايز يكون علشان الشغل جديد عليا، بس عادي، 5000 جنيه يبقى عادي، وحتى لو أنا مش مرتاح في المكان برضو عادي، يعني مش هلاقي فرصة زي دي تاني. المهم وإحنا خارجين كان عندي ملاحظة واحدة بس، هو إنه المسافة من هنا لحد بره أو كمان لحد ما أنا أروح هتبقى كبيرة قوي، ومن الواضح هنا إنه مفيش مواصلات تخرجني لبره أو تروحني. فقال لي عم محمود محلولة، في هنا سكوتر بتاع الحارس اللي بيبقى موجود هنا وهم موجودين، ابقى خده روح بيه وتعالى اركنه تاني يوم، وده بنزينه مش هيكلفك حاجة، يعني 20 لتر هيمشوك أسبوع، وهتلاقي فيه بنزين كمان تقريبا موجود في الجراج اللي عدينا عليه واحنا جايين. وبعدين رحنا الأوضة اللي هي المفروض هتابع منها شغلي، فتحها ودخلنا. أوضة متوسطة المساحة، فيها 3 شاشات كبار كده بيعرضوا كل شاشة تقريبا 9 كاميرات، والكاميرات كلها شغالة مباشر بتنقل وبتسجل على مدار ال 24 ساعة. وفي كده زي وحدة تخزين كلها متوصلة بجهاز كمبيوتر تاني، ده اللي هو فيه الأرشيف أو التسجيلات بتتحفظ يعني عليه أول بأول. ده الكلام اللي حاول عم محمود يفهمهولي بطريقته اللي ما كانتش مفهومة، بس أنا يعني عرفت هو يقصد إيه. اداني المفاتيح، ميداليه كده فيها مفاتيح الباب اللي وراني بتاع القصر ومفتاح الاوضه، ومشي. وقعدت انا في الاوضه. في البدايه قعدت منتبه جدا للشاشات اللي قدامي وعمال انقل عيني من هنا لهنا، وبعدين انتبهت ان الدنيا ابتدت تليل، بس انا ما كنتش حاسس بده لانه الاوضه جوه مقفوله تماما، مفيش حتى شباك، هي مكيفه ومقفوله وبس. المهم فاتت ساعه واتنين وتلاته والدنيا هادية زي ما هي، لحد ما ابتديت أنا أقلل انتباهي شوية وأمسك الموبايل أقلب فيه شوية
وأخدت على الجو يعني. بس وأنا بقلب في الموبايل لاحظت إنه في حاجة بتتحرك في شاشة من الشاشات اللي قدامي. الحاجة دي كانت في كاميرا من الكاميرات، كانت الكاميرا اللي عند الباب الخلفي بتاع القصر. ابتدت ترعش كده كأن في حاجة طايرة قدامها، فعرفت إنها حشرة طايرة ولا صرصار ده ولا إيه. المشكلة إنه الحشرة دي طولت قوي في وقفتها قدام العدسة بتاعت الكاميرا، فببص كده من ضمن الاختيارات إن أنا أحرك الكاميرا يمين وشمال، فقلت أحركها جايز بنت الجزمة دي تطير ولا تغور في داهية. فحركت الكاميرا، الحشرة لما حركت الكاميرا سبتت ما طارتش. بس الغريب مش كده، الغريب هو شكلها. شكل الحشرة دي ودرعتها قريب قوي وباين بوضوح في الكاميرا كده ازاي. وبعدين بدأت تتحرك لحد ما بقت واخدة الشاشة بتاعتها كلها. بس هو ايه ده؟ ايه اللي وراها ده؟ هو في حد واقف عند الباب ولا انا بيتهيألي؟ ايه ده؟ في حد واقف؟ ده جه امتى وقف هنا امتى ده؟ قمت جاري طلعت برا الأوضة ورحت على الباب الوراني بتاع القصر عشان أشوف مين ده ودخل من البوابة إزاي. وصلت عند الباب، بصيت، ما لقيتش حد خالص، ما فيش حد واقف. بس إيه ده؟ إيه اللي على الأرض ده؟ قدام الباب على الأرض كان في حاجة سودة مكبوبة، زي ما تكون سائل أسود كده لسه مكبوب حالاً. قربت منه ببص فيه، لقيت ريحته وحشة جدا جدا. وسمعت الصوت ده من ورايا، كان صوت مرعب جدا لواحد زي في مكان جديد وهادي كده. لفيت واحدة واحدة، لقيت كلب اسود حجمه مستحيل يبقى حجم كلب طبيعي، ظهره عالي ورفيع جدا، واقف على ايديه ورجليه وفي اخرهم ضوافره طويله بشكل غريب، وعمال يترعش وهو بيعمل الصوت ده، وضوافره عماله تخبط في الارض، وكانت عينيه صفره بشكل مقزز، صفره جدا. ما بقتش عارف اتحرك ولا افضل مكاني، اسيبه وامشي ولا اعمل ايه. بس ما خدتش وقت في التفكير كتير، لأن هو نفسه خد بعضه ولف وجري على الجنينة، وأنا كذلك جريت على الأوضة وقفلت على نفسي الباب. قعدت وأنا بلقط نفسي، فجت عيني على الكاميرا إياها اللي كانت السبب إن أنا أخرج من الأوضة أصلا، ولقيتها عادية ما فيهاش حاجة، بس دي كانت بتسجل. فتحتها على الشاشة بالكامل ورجعت الكام دقيقة اللي عدوا من أولهم عشان ألاقي حاجة غريبة قوي. أنا لما ظهرت في الكاميرا من شوية ووطيت على الأرض علشان أشوف السائل المكبوب على الأرض ده، وبعدين سبت فجأة وبصيت ورايا، وأنا في الحقيقة أنا شفت الكلب اللي قلت عليه من شوية، لكن اللي قدامي في الشاشة ده مش كلب، دي هيئة زي البني آدم لكن أكبر وأغرب، أضخم بكتير من هيئة البني آدمين، وكمان مش باين له أي ملامح، حاجة سودة متماصة الملامح عاملة زي الشوال الأسود الكبير. ايه ده؟ وازاي ما شفتوش وانا واقف؟ وده يطلع ايه اصلا؟ ما كانش عندي اي تفسير، وقف قدامي شوية في الفيديو وبعدين اختفى، وانا طلعت اجري وجيت على هنا. البيت ده من ساعة ما جيت وانا حاسس بحاجة غريبة. عم محمود قال لي لو احتجت حاجة اتصل على ايه ده؟ يا دي النيلة، ده نسي يديني الرقم اللي بلغ عليه، وده اللي كان ناقص كمان. طلعت موبايلي واتصلت برقم، وهو الهاتف المطلوب مغلق أو غير متاح. اتصلت تاني، تالت، برضو مقفول. الغريبة أني مع كل مرة بتصل فيها الشبكة بتقل شرطة، والموبايل بياخد وقت علشان يجمع شبكة يتصل بيها،
لحد ما في اخر مره اتصلت الشبكه ما جمعتش خالص وما اتصلش اصلا، والموبايل بقت شبكته صفر. وانا عمال اتحرك بالموبايل داخل نطاق الاوضه علشان احاول القط شبكه، ابتديت الاحظ حاجه. الشاشات اللي حواليا ابتدت تضلم وتنور بشكل سريع جدا. الاوضه نفسها نورها بقى برضو بيضلم وبينور. لما النور كان بيروح كنت بشوف حاجه رايحه جايه في الاوضه، وحركتها مش سريعه، حركتها تقيله، والحاجه دي ضخمه كبيره وعماله تتحرك، وحاسس بحركتها في الاوضه، والحاجه دي ضخمه وكبيره وعماله تتحرك وحاسس بحركتها في الاوضه وبالهواء السخن اللي جاي من ناحيتها. ومره واحده الدنيا ضلمت تماما، والحاجه اللي كانت بتتحرك دي سكنت وبدات تتحرك تاني بهدوء، بس المره دي انا متاكد انها مش رايحه جايه، دي بتقرب مني. واحده واحده بدات اتحرك بظهري ناحيه الباب. غصب عني والله وقعت حاجات من على الترابيزه اللي ورايا، غصب عني والله. ملحقتش اتدارك اللي حصل عشان الاقي حاجه زي ايد بتكبس على صدري وبتكتم نفسي، مش قادر اتنفس، مش قادر اتحرك حتى. بمد ايدي قدامي بحاول امنع اللي واقف قدامي ده، وبحاول اشيل ايده، لقيت اني بحط ايدي على جسم مليان شعر ومولع نار. شلت ايدي على طول وانا بحاول افتكر اي حاجه من القران اقولها، مفيش حاجه بتيجي في بالي. قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سري، وانا خلاص بقطع النفس وبحاول للمره الاخيره اتنفس مش عارف، بس قلتها من هنا وحسيت الايد زادت قوتها في الضغط على صدري، وكانه بيوصل لي رساله ان استعاذتي من الشيطان مش هي اللي هتنجيني من اللي انا فيه دلوقتي. ابتديت اغيب عن الوعي وافقد تركيزي، بالرغم ان في الضلمه دي كانت بدات عيني تاخد على الاضاءه الخفيفه دي، وبدات اشوف هيئه للشيء اللي كان ماسكني ده. كان كبير زي ما تخيلت، والنور بيروح ويجي من شويه، ومن وسط كل الخنقه اللي كنت حاسس بيها شفت عينيه، عينين كلها خبث ولؤم ولونها اصفر وبيميل شويه بشويه للاحمر. اول ما لمحتها ابتديت ما اشوفش قدامي تاني. فوت قبل ما اغيب بثواني ولقيتني بقع وانا ساند على الترابيزه اللي ورايا. النور رجع، كل حاجه في الاوضه زي ما هي، الشاشات مش بترعش، كل حاجه باينه طبيعيه جدا. هنا بس قررت ان انا مش هقدر اقعد دقيقه واحده كمان، انا عايز اخرج. طلعت من الاوضه وجريت على بره، واول ما خرجت علشان اروح ناحيه البوابه اللي انا دخلت منها لقيت حاجه غريبه قوي. انا لقيت على البوابه جنزير وقفل كبار جدا، وكانهم ما اتشالوش من مكانهم ده بقالهم سنين، قدام جدا. معرفش جبت القدره منين ان انا افضل واقف على رجلي زي ما انا واروح جري على البوابة التانية، واللي لقيته على البوابة الأولى كان هو على البوابة التانية، جنزير قديم ومطرب وكأنه هنا من سنين. ما بقتش عارف أعمل إيه، كل اللي عملته إن أنا جريت تاني ناحية القصر علشان ألاقي الباب اللي ورا اللي أنا متأكد إن هو كان مقفول مفتوح، وفي صوت جاي من جوه. رجلي خدتني ودخلت جوه القصر، عايز أعرف الصوت ده جاي منين. مشيت واحدة واحدة ودخلت على جوه، وأنا عمال أسمع أصوات أنا مش فاهمها، لحد ما ابتديت أسمع صوت غليظ بيتكلم، والنور ابتدى يقيد ويطفي، والصوت ده بدأ يوضح شوية بشوية. حمايتي ليك متوقفة عليك، لو عايزني أساعدك ما تكونش الضحية الجديدة أطلب ده، لكن قبل ما تطلب لازم تعرف الأول أنا حميتك من إيه. دخلت أكتر وأنا عمال حاول أسمع الصوت ده وأشوف هو بيقول لي إيه. الصوت ما كانش له مصدر معين، خارج من البيت كله، وبيكمل وبيقول
بين جدراني دي أسرار ما خرجتش من سنين، أسرار تخص صحاب المكان اللي ياما سمعت وحفظت على أسرارهم. هم كمان عاشوا هنا من عمرهم سنين وما نسيوش أصلهم يوم واحد، الأصل اللي كان السبب في كل اللي بيحصل هنا. الناس دي من قبيلة شهرت من سنين كتير قوي بممارسة السحر، وذكرتهم حضرتهم بالقدرة الغير عادية على تطويع العفاريت والمرض لخدمتهم عشان يبقوا من أقوى قبائل زمانهم ومكانهم، وفضلوا مستمرين في سحرهم ده سنين ومحدش عارف يوقفهم، لحد ما بسبب تغيير المناخ اضطروا انهم ينقلوا من مكانهم اللي حافظينه شبر شبر لمكان تاني جديد يصلح العيشة فيه. وقبل ما رجليهم تخطي مكانهم الجديد ابتدت الأمراض تشيع بينهم وعددهم يقل بشكل ملحوظ. عرفوا ان مش كل مكان هيناسب القوة اللي معاهم، ما هو مش شرط علشان امتلكت القوة ما تدفعش تمن امتلاكها. ابتدوا يمارسوا سحرهم من جديد علشان يعرفوا يعيشوا، وانخرطوا وسط قبائل تانية كتير، ورغم قوتهم فضلوا يموتوا من الأمراض واحد ورا التاني لحد ما لقوا الحل. وكان الحل انه العفاريت والمرضى ما بقوش هما الأمان ليهم والبقاءهم، فلجأوا لسحر أكبر أعمق، سحر أسود سفلي. عن طريقه سخروا لخدمتهم شياطين بأسماء معروفة وشهيرة جدا، ولكن للأسف وجود أسماء زي دي بيقتضي بالضرورة وجود قرابين بتتقدم بشكل مستمر، هذا وإلا هيشهدوا عقاب أليم. وفعلا بدأوا يقدموا القرابين، واللي طبعا ما كانتش من قبيلتهم، كانوا بيقدموها من القبائل اللي انخرطوا وسطيها وشاعت سيرتهم بالقتلة اللي بيمارسوا الدجل بالقتل وبيقضوا على نفس جنسهم بغير وعي علشان يخدموا الشياطين. فلجأت القبائل التانية لمنازعات كتير معاهم وكلها بقت بالفشل، لحد ما عرفوا انه مش هيحل الكارثة دي ولا هيوقف القتل غير نفس السلاح اللي مع عدوهم، السحر. نشروا في السر احتياجهم لساحر عتيد يقف جنبهم وينصرهم على القبيلة دي، وقعدوا شهور يدوروا عليه لحد ما راح لهم الساحر اللي تسبب في اعدام القبيلة دي كاملة الا عدد بسيط بس منها. قدروا يهربوا وقت المعركة اللي شنها عليهم، هربوا وجابوا بلاد كتير رفضتهم بسبب افعالهم وعادتهم، فعرفوا انه الحل الوحيد هو التنكر في ظل ما البلاد كلها في حالة حرب واحتلال. اتعلموا بعض اللغات اللي تنفعهم وتقسموا، وكان نصيب مصر وقت الاحتلال تدخل أسرة مكونة من أب وأم وطفلتين، دخلوا وسط الهوجة وانهيار الحدود وغشاوة الاحتلال علشان يستقروا هنا في مصر وفي الأرض دي. ولأنهم ما كانوش مصريين ولا تبع قوات الاحتلال محدش ركز معاهم، بنوا الأرض بيت كبير قصر يليق بعيلة من قبيلة كبيرة وقادرة زي قبيلتهم، واستقروا كام سنة لحد ما اكتشفوا ان اصولهم عمرها ما اتغيرت. ممارسة السحر كانت بتجري في العروق، رجعوا تاني لممارسته، واللي ما كانوش عاملين حسابه انه اللي اتفرض عليهم من الشياطين قبل ما ييجوا مصر هيتفرض عليهم وهم جواها. لازم يكملوا في تقديم القرابين والا نهايتهم هتكون مش محببة خالص، وده اللي حصل. وكعادتهم لجأوا للحيلة، للعب على غرائز البشر، يطمعوهم في الفلوس بوظيفة وهمية في البيت وشرط أساسي تكون ليلية، واللي يجي يقع في فخ الأضحية اللي نصبوه قبل ما يسيبوا البيت ويمشوا بسبع ليالي، يجي اللي زيك ويبقى هو الضحية الجديدة بتاعتهم. وقف الكلام وكأنه بيديني مساحة استوعب اني دلوقتي ضحية قربان زي اللي بنسمع عنه في القصص. نجاتك هنا
جوه البيت ورا الباب اللي هناك ده. وساعتها لقيت باب موجود تحت سلم كبير بيطلع على الدور اللي فوق. الباب ما كانش كبير بس كان حديد لونه أحمر أو نبيتي غامق ومصدي. ورا الباب ده خلاصك وراح ميتك منهم. الأوضة دي هي الأوضة الوحيدة اللي فيها محدش هيقدر يلمسك. دي الأوضة اللي كانوا بيحتموا فيها قبل ما يسيبوا البيت في الفترة اللي المفروض يقدموا فيها القربان الجديد. ادخل وهتعدي الليلة والباب هينفتح وهتخرج لبرا البيت تماما. ونصيحة ما ترجعهوش تاني أبدا. الصوت سكت تماما ورجعت أنا لورا وقعدت في ركن وأنا عمال أستوعب وأفكر في الكلام اللي سمعته. والكلام اللي أنا سمعته ده حقيقي؟ وهو مين أصلا اللي بيكلمني؟ الجو ابتدى يسقع بشكل غريب رغم أننا مش في الشتاء يعني. وابتديت أسمع صوت ضحكة من كل حتة وأحس أن أنا بتشد من هدومي وكأن حد بيزاولني أو بيلعبني. أتشد من كتفي شوية ومن رجلي شوية بس أنا مش شايف حد حواليها. أنا مش شايف حاجة خالص. وأنا قاعد على الأرض بحاول أتلم على نفسي لقيت على ترابيزة قدامي حاجة عاملة زي ألبوم صور. سحبته بالراحة وفتحته وابتديت أفر فيه. لقيت صور لناس سمر البشرة، راجل وست وطفلتين متصورين صور كتيرة قوي أغلبها هنا في البيت وهو تقريبا لسه بيتبني. ومع مرور الصور كانوا بيكبروا والصور كانت بتبقى حديثة أكتر لحد ما تقريبا ما تبقاش غير الطفلتين اللي بقوا 2 ستات كبار شكلهم وحش قوي. بس غريبة إنه في صورة تانية شكلهم بيتغير. هما لكن الملامح أحلى وكأنهم قادرين يبقوا حلوين رغم بشاعة حقيقتهم. معرفش اللي فكرت فيه ده فكرت فيه إزاي بس كل اللي عملته إن أنا طلعت قلم في جيبي ما كانش بيفارقني أبدا. طلعته من جيبي وبدأت أكتب كل حاجة حصلت على ظهر الصور، كل حاجة من ساعة ما جيت البيت ده. قعدت أكتب كتير ما حسيتش بنفسي. وأنا خلاص قربت أخلص كتابة الباب الحديدي اللي تحت السلم ده اتفتح ولقيت موبايلي بيرن. كان عم محمود. الشبكة كانت شرطة واحدة بس. انت فين يا بلاد يا ابني؟ هو حصل حاجة؟ مكالمتك جاتلي ونقلت. طب انت كويس يا ابني؟ انا كنت سامع معظم الكلام بس الباقي كله متقطع. وكل اللي عليا ان انا عمال اقول له انا كويس يا عم محمود، انا هدخل الباب ده وهبقى كويس، هتعدي الليلة دي وهبقى تمام وهخرج، انا كويس يا عم محمود. هو قال لي كده، هو قال لي هبقى كويس. والخط اتقطع. قفلت الألبوم بعد ما كتبت فيه كل حاجة وحطيته تاني على الترابيزة ودخلت من الباب. مغفل جديد، أضحية جديدة. صدق إن خلاص ورا الباب اللي احنا محبوسين وراه مستنيين حصتنا كل سنة، مستنيين قربان جديد. كل اللي هيتحكي دلوقتي هيبقى له وجهتين نظر. من دلوقتي انا مش هقولهم ومش هنحاز لرأيي فيهم عشان بس ما تقولش ان انا قصرت عليك وخليتك تختار وجهة النظر دي او دي. ولكن في النهاية ده لو اللي انا فيه ده له نهاية فعلا، في النهاية انا معرفش انهي فيهم هو اللي صح وايه فيهم هو اللي حقيقي وايه اللي كان صدفة وإيه اللي كان ألعيب.
سيبني احكي لك طيب بدل ما تتلخبط، وتعال اقول لك من الاول خالص. انا اسمي فتحي عبد الوهاب، عندي 30 سنه، شغال في هيئه تمريض في مستشفى من المستشفيات اللي ممكن تكون انت او انتي سمعت عنها او دخلتها قبل كده، تحديدا في محافظه القاهره. مش هقدر اقول تفاصيل عن المكان اكتر من كده، يعني لخصوصيه المكان وفي نفس الوقت علشان ما يحصلش مشاكل. المهم انا لسه منقول هنا جديد، ما كنتش في المستشفى دي من زمان يعني، وما بقاليش كام يوم هنا، وهم كانوا كام يوم ما يعلم بيهم الا ربنا. ومش معنى ان انا لسه منقول هنا جديد ان انا معرفش حد هنا، لا، في ناس اعرفها وكنت على معرفه بيها من زمان جدا، احنا كلنا اتنقلنا هنا، او يعني انا جيت بعدهم وهم جم قبلي كده يعني. اول ما جيت هنا قابلت عم توفيق، ده كان الشخص الجديد اللي تعرفت عليه. عم توفيق كان المغسل اللي في غرفة تكريم الإنسان اللي تحت. تحت فين؟ تحت في دور أرضي أو يمكن أقل من أرضي، حاجة بسيطة بيتنزله بمنزل كده. المهم يعني إن عم توفيق ده هو المختص بغرفة تكريم الإنسان. اتعرفت عليه لأنه كان قريب من السكن بتاعي اللي أنا ببات فيه. عم توفيق تقريبا ما بيطلعش من الأوضة دي إلا قليل جدا جدا، حتى لما ما بيبقاش فيه وفيات في المستشفى بيبقى برضو قاعد هناك في المنطقة دي. تحسه بيحب القعدة في الأوضة دي رغم إن أجواء الأوضة ما تخلكش تحب القعدة فيها حتى دقيقة واحدة. أنا معرفش ليه هو مرتبط بيها الارتباط العاطفي ده، طول الوقت قاعد فيها، طول الوقت قريب منها، وكأنه بيخاف يبعد عنها. لدرجة إن أنا في مرة قبل كده سألته، قلت له أنت ليه يا عم توفيق بتحب تقعد قريب من الأوضة؟ رد عليا رد غريب قوي. رد وقال لي ما أنا نهايتي في الآخر إيه؟ ما هبقى في الأوضة دي. رد غريب جدا من عم توفيق بصراحة، يعني ما هي حاجة ما تتقالش بس ماشي. المهم علشان ما طولش عليك، في يوم الساعة 10:30 بالليل كده كنت قاعد برا الأوضة بتاعتي بتكلم في التليفون مع خطيبتي، علشان يعني الأوضة اللي أنا ببات فيها بتبقى زحمة بالليل بصراحة، فيها أكتر من 4-5 سراير كلنا بنبات فيها، وكمان كان في ماتش شغال والجماعة هنا قاعدين يخبطوا ويرزعوا في الأوضة والدنيا كانت دوشة. فقلت أطلع برا أتكلم براحتي، وقعدت بقى اتمشى برا اوضتي كده وانا بتكلم، لحد ما وانا بتمشى في الطرقه اللي برا عند الدور كده في اخر الطرقه كان في كام درجه سلم، وبعديهم فوق على الشمال باب اسانسير. الاسانسير ده حكايه شويه، لانه كان اسانسير ما كانش شغال، بس عاده الاسانسير لو مش شغال بيبقى مقفول، ولكن لا، في الحاله بتاعتنا دي الاسانسير بتاعنا كان عطلان وبابه مفتوح عادي جدا. الباب بتاع الأسانسير مفتوح 24 ساعة مفتوح. وكان في حاجة غريبة قوي ما تستغربوهاش، بس هو ده اللي كان موجود يعني. كان جوه الأسانسير ده ديب فريزر، تلاجة كده بابها من فوق عاملة زي تلاجة الجيلاتي كده، كانوا بيحطوا فيها مخلفات التمريض والحالات لما بيخلصوها، إبر بقى، حقن، شاش، قطن، أي حاجة، كانيولا، محاليل، كل حاجة ليها علاقة بمخلفات التمريض والحالات بتخرج من الأوض بتروح على الديب فريزر أو التلاجة البسيطة دي اللي في الأسانسير بتترمي فيها. وفين وفين بقى كل ما يفتكر عامل من بتوع النظافة الديب فريزر ده، يروحوا جايين يفضوا كل اللي فيه ويسيبوه مكانه، بقوا بيعملوه على إنه هو صندوق زبالة كبير بتتجمع فيه الزبالة وبيجوا ياخدوها كلها مرة واحدة. لدرجة بقى إنه من كتر ما بقاله كتير جدا جوه الأسانسير، على حد ما أنا سمعت يعني، تحس إنه بقى جزء من الأسانسير ده، حتى لونه كمان كان لونه سيلفر زي لون الأسانسير بالظبط. اللي حصل وقتها ان انا كنت وقت ما كنت بتكلم في التليفون عديت من قدام الأسانسير ده، وما اعرفش ليه وقفت. وقفت مدة مش قصيرة يعني، فضلت واقف كتير سندت على الحيطة وانا عمال بتكلم، وفي عز ما انا مندمج في الكلام ومش مركز اتهيألي كده انه باب الديب فريزر بيتحرك حركة خفيفة، بيترفع من جوه. ايه ده؟ هو ده بجد؟ انتبهت وانا واقف ان خطيبتي عماله تنادي عليا وانا مش واخد بالي، عماله تناديني في التليفون، فقلت لها اقفلي بس هكلمك تاني، وبصيت على الديب فريزر، ايوه بيترفع وبينزل، هو في ايه جوه؟ قربت من الباب بتاع الاسانسير، كان متوارب شويه، فتحته ودخلت. لكن قبل ما ادخل برجلي التانية جوه الأسانسير، الباب اترفع مرة واحدة لفوق وتهبد،
في الرفعة السريعة دي قدرت ألمح من جوه إنه دي إيدي اللي فتحت الباب، وإنه في حد بيبصلي من جوه. على فكرة أنا مش بهزر، أنا شفت وش حد فعلا جوه. الهبدة بتاعت الباب دي خلتني وقفت خطوتي تماما، ما قدمتش رجلي سنتي واحد، ورجعت جري على الأوضة. رجعت قعدت وسط الدوشة وأنا مش حاسس بأي حاجة غير رعشة في جسمي كله، ورغم الحر والجو المقفول هنا إلا إني كنت متلج وهموت من البرد. اللي حواليا كلهم انشغلوا بالماتش لحد ما خلص، وبعدها بقى بدأوا يسألوا مالك، فيك إيه، تعبان، طب نوديك الاستقبال تكشف. وكان ردي الوحيد عليهم وأنا عمال أعيد بقى المشهد اللي أنا شفته في دماغي ده للمرة الألف تقريبا، وأنا مش قادر أصدق، مش مستوعب. المشكلة كانت الملامح اللي شفتها مش راضية تروح من بالي. كان راجل وشه منفوخ وكأنه مضروب، وفي فتحة أو جرحة أو اتنين مش فاكر بالظبط، بس اللي لاحظته إن وشه كان متبهدل، ملامحه مش بتروح من بالي مهما حاولت. قعدوا طبعا ما حلونيش بقى، عمالين يسألوني مالك، طب هنعمل معاك ايه، طب تاخد برشام، اي حاجة. كل اللي انا فيها قلت لهم انا سليم، مفيش حاجة، جايز بس دور برد، انا هخش السرير وانام واتكلفت وان شاء الله هحاول انام وبكرة هصحى فايق. ده اللي قلت لهم قبل ما يلموا الليلة اللي كانوا عاملينها في الأوضة، كل واحد يتسحب على سريره. الكل بدأ ينام وانا قاعد طول الليل عمال افتكر اللي شفته. طول الليل عمال اقوم مفزوع كل شوية من كابوس شكل، والعامل المشترك هو الوش اللي شفته والتلاجة اللي في الاسانسير. لحد تاني يوم الصبح لما لقيت ان انا ما نمتش ساعتين على بعض، قلت لهم يستأذنوا لي لاني مش هعرف انزل اباشر شغلي، وقلت لهم ان انا هكمل قاعدة في الاوضة وهشوف لو هقدر امسك الشيفت بتاع بالليل لو انا عرفت انام بالنهار يعني. وخرجوا كلهم اللي كانوا معايا في الأوضة الصبح، راحوا على أشغالهم، وفضلت أنا عمال أتقلب وبحاول أنام ومش عارف. عدى معرفش قد إيه، كنت مكسل أبص في الساعة لما سمعت صوت باب الأوضة بيخبط خبط خفيف كده، وكأن اللي بيخبط بيحسس على الباب مش بيخبط. إيه الخبط الخفيف ده؟ أنا مش عارف، ولسه بقوم براسي كده علشان أشوف هو في حد بيخبط بجد ولا دي قطة من القطط اللي بتبقى في الطرقة بره. لقيت الباب بيتفتح بالراحة جدا. أنا للأسف ما كنتش في مكان يخليني أشوف باب الأوضة أصلا، لأنه بيفصلني عنه حيطة كده بتحجب الرؤية خالص، بشوف اللي بيدخل بعد ما بيدخل ويمشي خطوتين قدام كده، لكن غير كده لو اللي دخل ده فضل واقف قدام الباب مش هشوفه. وده اللي حصل، الباب اتفتح وفي ظل حد واقف ومش شايف حد. مين؟ ابتديت اقول مين اللي دخل، ومحدش بيرد عليا، واللي واقف ما بيتحركش، والباب لسه مفتوح. طب ايه ده؟ جيت أقوم لقيت جسمي ده متكسر بطريقة غبية جدا، بصعوبة عرفت أرفع ظهري كده وسندت على ظهر السرير أو على ظهر الحيطة بمعنى أصح، وما قدرتش أقوم أكتر من كده. وكل ده أنا عيني ما تشالتش من ناحية الباب، لحد ما بدأ اللي واقف ده يتحرك، جسمه بيميل لقدام. كنت باصص على ظل وشايفه هو بيميل، وقعدت باصص على الظل لحد ما من ورا الحيطة اللي هي بتفصل بيني وبين الباب ظهر وشي بيميل وبيبص عليا. يا نهار اسود، ده هو الراجل اللي كان في التلاجة. ده في ايه؟ مين؟ يا ربي يا ربي على ده كابوس، وفي كده في كده مين؟ افتح يا استاذ فؤاد، انا عمك توفيق، انت لسك نايم. قمت بصعوبة وجسمي لسه متكسر برضو، قمت وبحذر لقيته
واقف جوه الأوضة. عم توفيق ساند على الحيطة وبيبصلي كده وهو موطي بظهره المحني ده وبيبتسم ابتسامة خفيفة كده. خير يا عم توفيق؟ أيوة عم لساني نايم، في حاجة؟ لا يا ابني، أنا بس كنت جاي استأذنك تديني هدوم الدكتور سمير أودهم له المغسلة، كان موصين أصله. تهلاه وتستأذني إيه بقى؟ ما أنت فتحت ودخلت أهو، يعني عملت حساب استئذاني؟ والله يا ابني ولا فتحت ولا دخلت، الباب كان مفتوح. مفتوح إزاي يعني؟ مش متربس قصدك؟ لا مفتوح مفتوح، متوارب كده. يعني إيه الباب مفتوح؟ الناس زمايلي هما ماشيين الصبح قفلوا الباب وراهم. الباب ما كانش مفتوح، ما كانش مفتوح لحد ما... إيه ده؟ الحلم؟ هو ده ما كانش حلم؟ اللي كان على الباب ده ما كانش في الحلم؟ إزاي؟ قمت طلعت من الأوضة وسبت عم توفيق فيها وجريت في الطرقة بهدوم نومي كده، وطلعت وقفت عند الأسانسير والديب فريزر اللي جواه. فضلت واقف دقايق مش عارف أنا مستني إيه يحصل. قربت وكنت هفتح الباب بتاعه، لقيت اللي بيحط إيده على كتفي. تعال يا ابني غير هدومك وتعال معايا بدل قعدتك في الأوضة اللي هتمرضك زيادة دي، هوي الأوضة وتعال معايا. كان عم توفيق، بصيت له ولفيت ومشيت وراه. رحت على الأوضة خدت دش وغيرت هدومي وطلعت له، كان قاعد مستنيني على كرسي برا. طلعت رحت معاه المغسلة وادالهم الهدوم، وفضلنا واقفين أنا وهو عمال يتكلم معايا ويحكي لي مغامراته هنا في المستشفى، وإن هو من أقدم اللي اشتغلوا فيها، وقعد يوريني صور على موبايله اللي هو أصلاً ما بيعرفش يستخدمه. صور بقى للمستشفى زمان وهو فيها وقبل ما تتجدد وتبقى بالمنظر ده، وأنا واقف عمال أسمع ومش عارف أنا إيه اللي بعمله هنا، بس أديني بعدي وقتي ويومي لحد ما لقيته بيقول لي أهو وصل. قلت له مين اللي وصل يا عم توفيق؟ لسه كنت بسأله وسمعت من ورايا صوت ناس ملمومين حوالين ترولي عليه حد نايم ومتغطي بالكامل وبيزقوه ونازلين بيه تحت ناحية غرفة الغسل. لفيت لعم توفيق وقلت له مين ده عم توفيق؟ رد وقال لي ده عمك عبد القادر، وصل أخيرا، ده أنا كنت مستنيه من ياما، وفى بوعده زي ما قال لي ودي جه أهو. قلت له جه إيه يا عم توفيق؟ ده الراجل شكله الله يرحمه مات يعني ومنزلينه تحت عندك، جه إيه ووفى بوعده إيه؟ أيوه ما هو كان قايل إنه هيجي النهاردة أو بكرة بالكتير، تعالى بس أما أعرفك عليه، أنت كنت في أجازة ومش عارف. قلت له تعرفني على مين؟ تعرفني على مين؟ في إيه يا عم توفيق؟ تعالى يا ابني انت خسران ايه بس؟ ورك ايه يعني؟ ولا اي حاجة؟ قلت له لا 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 تكرم عم توفيق، انا هروح انا بقى. ولفيت وسبت عم توفيق ومعدي كده من قدام الباب اللي هو بينزل على اوضة الغسل اللي تحت، ومعدي عادي جدا ولقيت واحد اللي شدني ليه هو صوت عياطه، كان بيعيط بحرقة شديدة. بصيت له فرفع وشه كده ودي كانت القاضية بالنسبة لي. الراجل اللي كان قاعد على الرصيف بيعيط ده كان نسخة طبق الأصل من الراجل اللي شفت وشه مرتين، مرة في التلاجة بتاعت الأسانسير ومرة تانية النهاردة الصبح في الأوضة ورا الحيطة. معقولة؟ إزاي؟ وقفت مكاني اتسمرت، بقيت واقف وانا عمال أبصله، ورجعت بصيت لعم توفيق، ابتسامة عم توفيق الخفيفة دي لسه زي ما هي. قربت شوية من المنزل ده وقربت من الراجل، أيوة الراجل هو نفس الوش، المختلف بس إن هو وشه سليم، مش منفوخ، مش مليان جروح. عارفين أنا عرفته منين؟ عينيه، وسع عينيه كان هو الشيء اللي خلاني أقول آه هو. فضلت واقف ومتنح له لحد ما فجأة لقيت عم توفيق جه جنبي معرفش امتى، ولقيته بيقول لي هتيجي معايا ولا حتى انك واقف كده متنح؟ قلت له تعرف الراجل الميت ده؟ تعرفه؟ برده قال لي واعرفه منين؟
أنا مغسلاتي. تعال معايا، تعال معايا وونسنا احنا الاتنين. قلت له هنس مين؟ أونس مين أنا؟ ردوا قال لي أنا وعمك اللي سبقنا على تحت، ده حكايته حكاية، لو حابب تسمع تعالى. وأما قدم هو بحركته البطيئة دي ناحية المنزل ودخل على تحت. دقيقة بالظبط قلبت الموضوع في دماغي ولقيت نفسي بتحرك وراه. محدش يسألني ليه؟ انت لو كنت مكاني وشفت اللي انا شفته امبارح والنهاردة هتعمل زي، يا اما بقى هتطلع تجري، وانا بصراحة ما عملتش كده. نزلت وكان الراجل إيال اللي انا شفته ده بيعيط، كان قاعد على شمالي. اول ما نزلت لقيت عم توفيق واقف على عتبة الأوضة، ووراه انا شايف الجسم المتغطي بتاع الراجل المتوفى، ومفيش خطوتين لقيت الراجل اللي كان قاعد بيعيط اللي انا بتحاشى ابصله اصلا، لقيته بيقوم وبيقرب ناحيتي وبيزعق وبيقول لي انت رايح فين؟ رايح فين ده؟ لسه هتكلم لقيتني فاقد النطق مش عارف ارد، عمال اتهته واقول له انا مش رايح في حته، انا اللي نجدني يا عم توفيق جه ومسك ايد الراجل وقال له يهدى، وفهمه ان انا دكتور هنا في المستشفى وعادي اني احضر الغسل. الراجل انهار في العياط اكتر ما كان بيعيط، وقعد يوصينا ويقول لنا بالله عليكم بالله عليكم، وانا مش عارف والله هو عايز ايه، بس مقدر اللي هو فيه. بس كل ده كوم، وعيني اللي مش عايزها تيجي في عينه دي كوم تاني خالص. انا مش متخيل الشبه اللي بينه وبين الوش المرعب اللي شفته، وعمال اقول لنفسي طب ازاي، طب انا شفته ليه اصلا؟ مش عارف ومش فاهم. الراجل ده هدي وراح يقعد على جنب، وعم توفيق لقيته بيشدني من ايدي، وما كنتش عايز اروح معاه بصراحه بعد اللي حصل، الموقف سايب لي ركبي زي ما بيقولوا. ولكن في النهايه انا وعم توفيق دخلنا. اتفاجئت اول ما دخلت ان الغرفه ما كانتش فاضيه، وان الغرفه دي مش بس مختصه بالغسل، الغرفه دي فيها المشرحه بتاعت المستشفى كمان. فكان مشهد صعب قوي اول ما دخلت، ان انا لقيناها زي كوم، انا معرفش الكوم ده ايه وما كنتش عايز اسال، بس للاسف سالت. كوم متغطي بملايات، والملايات دي كلها دم. المستشفى اصلا قبلها بيوم كانت كلها مقلوبه عشان كان في حادثه كبيره جدا. انا سمعت عن الحادثه عادي وانا في المستشفى، لكن ما كنتش متخيل انه في حاجه هنا في المشرحه ليها علاقه بالحادثه دي. الحادثه كانت كبيره جدا، وده كان اتوبيس وفي ناس كتير جدا اتوفت، والحادثه اتذاعت في برامج ونزلت في جرايد، فالحادثه كانت كبيره. اللي انا عرفته ان اللي كان متغطي ده كان جثث او شبه جثث، اشلاء يعني محطوطه ومتغطيه بملايه لحد ما زويهم يتعرفوا عليهم او يدفنوا، انا مش عارف. سالت عم توفيق مرضاش ان هو يتكلم، وقال لي بلاش نتكلم في الموضوع ده. يعني اول ما دخلنا بدا عم توفيق يغير في هدومه ويلبس حاجات كده فيها كياس ومشمع، انا تلقائي وهو بيعمل كده ابتديت اتوتر، وكنت واقف ورا الباب طول الوقت مش عارف اقدم خطوه، وعماله تجيلي افكار ان انا اخد بعضي واطلع من هنا، انا ايه اللي بعمله هنا؟ بس خلاص كان فات الاوان، انا دخلت انا وعم توفيق والباب اتقفل، ولو خرجت دلوقتي انا مش عارف انا هعمل ايه مع الناس اللي قاعده بره. بسرعه ابتديت اتدارك الموقف اللي احنا فيه، وابتديت اتمتم كده بايات قرانيه اللي انا كنت حافظه يعني، وحاولت ان انا اهدي نفسي. بدا عم توفيق ان هو يحضر الميه، وشال الكوفيرتا اللي كان متغطي بيها المتوفى. تحت الكوفيرتا دي كان في ملايه بيضه متقفله عليه كده ببلاستر، يعني ملفوفه عليه ومثبتينها ببلاستر كده. ابتدى عم توفيق يفك البلاستر ده شريطه كده ورا التانيه، لحد ما اتبقت واحده بس من فوق عند صدره كده، وهي دي اللي فاضله علشان تكشف صدره ووشه. وقف عم توفيق جمع البلاستر ده في ايده وشاله، وقال لي استناني هنا. قال لي ان هو هيطلع يجيب صابون ومسك من الاوضه اللي بره ويجي. طلع وانا كنت عايز اطلع معاه، بس قلت لو احنا الاثنين طلعنا في نفس الوقت فالناس اللي بره دي هتتكلم معانا وش، انا مش هعرف اتكلم معاهم. شويه وبدات احس ان انا مش مرتاح، مش عارف ابص فين اصلا علشان انسى المكان اللي انا واقف فيه. انا عارف ان انا دكتور على فكره، عارف ان انا تمريض وان الموضوع ده عادي بالنسبه لنا،
بس اللي حصل معايا امبارح والنهاردة الصبح مخليني مش على بعضي. ابتديت أحس بحركة، والله العظيم بحركة، معرفش ده كان صوت المكيف اللي موجود في الأوضة ولا كان في حد بيتحرك فعلا. كل اللي بدأت أحس بيه إن أنا مش المفروض أبقى هنا، أنا مش مرتاح، أنا حاسس بنفسي بيضيق علي، أنا مش مرتاح، أنا لازم أطلع، أنا طالع. لسه بقول يا هادي وبلف علشان أتحرك، لقيت اللي بيمسكني من الحزام من ورا. والله العظيم ده حصل، اتمسكت من البنطلون من فوق كده. عارف يعني ايه نفسك يضيع تماما؟ تبقاش عارف تتنفس؟ طب عارف يعني ايه دقات قلبك تسمعها؟ بلاش. عارف يعني ايه ما تبقاش حاسس بجسمك كله؟ حاولت اتحرك، كل ما بقدم خطوة لقدام بتشد لورا، رجلي ما بقتش شايلاني، كنت اقع على الارض حتى مش عارف اقع، بتشد حتى لفوق، واللي ماسكني مسكني جامد. طب اصرخ، طب علي صوتي، الناس اللي بره دي تلحقني. مفيش صوت بيطلع اصلا. فين لما حاولت اتلم على نفسي شويه بقيت اروح بجسمي يمين وشمال وانا بشد نفسي علشان اطلع، وفعلا شديت نفسي ففلت منه وخرجت. خرجت بره، اول ما فتحت الباب وقعت على الارض قدام الناس. الناس اللي كانوا قاعدين تحت كان فيهم ستات ورجاله، بداوا يترعبوا وبداوا يصوتوا. الراجل إياه اللي انا كنت بتحاشى ان انا ابص له ده هو الوحيد اللي كان في وشي. خرجت جريت على بره، وانا طالع في السكه قابلت عم توفيق زقيته وطلعت قعدت على الرصيف بره وانا مش قادر، عمال احاول اخد في نفسي مش قادر. عم توفيق طلع ورايا، في ايه مالك؟ وانا مش عارف اجمع الكلام، مش عارف ارد عليه اصلا. طب في حاجه حصلت تحت؟ طب في حد كلمك؟ وانا ما بردش، مش عارف ارد. سابني ونزل على تحت بسرعه يشوف لو في حاجه حصلت تحت، وانا كل اللي في بالي ان انا عمال استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، افتكر اي حاجه انا فاكرها من القران واقولها، واحاول اقنع نفسي ان اللي حصل تحت ده ما حصلش. شويه عدى دقيقتين او ثلاث دقايق معرفش قد ايه، ولقيت عم توفيق طالع من تحت بيبص لي وبيبتسم. عايز اقول له انت ما بتعملش حاجه غير انك تبتسم، في ايه مالك؟ جالي ولقيته بيمد ايده بحاجه كده ما قدرتش اشوفها غير لما خدتها وركزت فيها، لقيتها حته قماش من البنطلون عندي، الحته اللي هي بتمسك الحزام من ورا. بصيت له وحطيت ايدي على ظهر البنطلون بتاعي علشان اكتشف ان هي مقطوعه. بصيت له باستنكار كده وانا بقول له ايه ده، بص لي هو مكمل في ابتسامته دي وقال لي دخلت لقيتها شابكه في باب ثلاجه تحت، هو ده اللي خوفك وخلاك تطلع تجري كده وترعب الناس؟ اخص على دي دكاتره. بس تصدق انت فكرتني بحاجه، انت فكرتني بينا زمان. اللي فكرتك بيك ومين بمين؟ قعد جنبي وبدأ يتكلم. زمان وانا في سنك كده ويمكن اصغر شوية، كنا في البلد عندنا كل يوم خميس نسهر برا في الغيط ولا في اي حتة، نقعد كده مع بعض نشوي بقى دورة، نولع على برات شاي، دي كانت قعدتنا كل يوم خميس بالليل، كنا خمسة شباب. المهم في يوم واحنا قاعدين في اوضه في الغيط اترهنا، قلنا اللي ياخد حته الخشبه دي ويروح يدفنها في المقابر ليه مننا كلنا على بعضنا كده 100 جنيه، ومية جنيه دي وقتها كانت رقم. في الاول قعدنا نتريق، لكن بعدين لمينا المية جنيه وقلنا الواد الفرود اللي فينا هو اللي ياخد حته الخشبه دي ويروح يدقها في المقابر، وإحنا بكرة تاني يوم الصبح نروح نشوفها، لقيناها ياخد 100 جنيه، ما لقيناهاش يبقى كان بيسرح بينا. الكل قاعد يهزر لحد ما واحد صاحبنا اسمه شعبان قام وقال أنا هاخد الخشبة دقها في المقابر. قالوا ماشي، عاد الخشبة وادي الفلوس.
دقيتها والصبح لقيناها، الفلوس دي تبقى من نصيبك. قام شعبان ومشي وغاب نص ساعة ساعة. المشوار ما كانش بعيد، المقابر هنا يعني بعد شارعين تلاتة. عدى يجي ساعتين ونص واحنا قاعدين. اخرت ما زهقنا وحسينا ان الموضوع طول، بعتنا واحد مننا من غير ما يحسه كده يعني يتقص عنه في البيت. راح وسأل وعرف ان شعبان ما روحش. قال له طب راح فين؟ الفار ابتدى يلعب في عبنا، خوفنا. اقترح واحد مننا اننا نطلع على المقابر دلوقتي ونشوف يمكن جراله حاجة، وما كدبناش خبر. كان ساعتها كمان ابوه جاي يسأل عنه. الساعة كانت دخلالها يجي في 2 بالليل، والواد شعبان ولا روح ولا رجع. دخلنا المقابر، قعدنا نلف لحد ما شفناه. شفناه واقع على الأرض، عينين برقة، بقه مفتوح وما بيتحركش. أنا فاكر يومها كلنا جتتنا تلبشت، مبقناش عارفين نعمل ايه. بس بعدين فهمنا اللي حصل. شعبان كان لابس جلابية كبيرة، جلابية من بتوع الفلاحين انت اكيد عارفها. لما دخل وقعد يدق في حتة الخشبة في الأرض، ما كانش بيبص على الخشبة، كان كل همه انه يدقها ويطلع يجري على برة. مصله والأجواء في المقابر عندنا بالليل مش اللي هي، ما كانش حد يستجري يدخل المقابر دي بالليل. بس الرهان والمئة جنيه زغليله عينه. لما قعد يدق في الخشبة وجي يقوم، لقى اللي بيسحبه من الجلابية بيشده على الأرض. الواد من السرعة وقع على الأرض، ما دبش منطق. لو كان بص تحت رجليه كان شاف إنه دق الخشبة في الجلابية، والجلابية نزلت في الأرض مع الخشبة. لكن هو ما بصش، فتهيأله إن حد بيسحبه. زيك كده تمام، لو كنت بصيت وراك وانت تحت كنت عرفت إن حتة القماشة دي شبطت في باب التلاجة، كانش زمانك قاعد بتترعش كده زي دلوقتي. اللي حكاه عم توفيق كان له وقع مرعب عليا، منكرش ده، لكن إلى حد ما فرق القصتين عن بعض أو فرق الحكايتين، اللي حصل مع صاحبه شعبان واللي حصل معايا من شوية، هداني، خلاني هديت إن أنا ما حصليش اللي حصل له ووقعت ومت فيها. هديت وعم شعبان قاعد يطبطب على إيديا كده، وبعدين قال لي تعالى معايا نرجع تحت علشان الناس اللي تحت قلقت. قلت له عم توفيق أنا مش قادر أتلم على نفسي، سامحني أنا عايز أمشي. ردوا قال لي ما خلاص بقى، مش هتحصل لك حاجة تانية وأنا معاك، تعالى. قلت له عم توفيق والله ما قادر، عذرني طيب. قال لي لا أنا مش عذرك، تعالى. هتيجي معايا يعني هتيجي معايا، تعالى وأنا هجاوبك على اللي في دماغك. معرفش ليل تاني مرة مشيت وراه، واحنا نازلين قلت له عارف لو سبتني وطلعت والله ما هتشوف وشي تاني عم توفيق. ضحك وبعدين كتم ضحكته دي لما نزلنا تحت ودخلنا الأوضة. أول ما دخلنا بعد الجثة اللي دخلت دي بشوية، ابتديت أحس إنه ريحة الأوضة اتغيرت، بقت أوحش من الأول بكتير. ريحة الأوضة اتقلبت وبقت كتمة، رغم إن هي فيها تهوية صح يعني، لكن لأ الأوضة كانت مكتومة وفيها ريحة مش حلوة. عم توفيق دخل وشال البلاستر أو الحتة الأخيرة، الشريطة الأخيرة اللي كانت على صدر المتوفى، شالها من هنا وبان وشه، هو نسخة من الراجل اللي أنا شفته ونسخة من الراجل اللي واقف بره. بصيت لعم توفيق ولسه بتكلم لسه بتهته وأنا بقوله إيه ده، لقيته بيهديني وبيقول لي اهدى وأنا هفهمك، أنا هحكي لك الحكاية. عمك عبد القادر كان نزيل هنا في المستشفى بيتعالج هنا يجي من أسبوع فات، واللي واقف بره ده أخوه التوأم. عمك عبد القادر لسه لاقينه النهاردة الصبح. قلت له لاقينه إيه، أنت مش قلت إن هو محجوز هنا في المستشفى من أسبوع، الأسبوع اللي أنا كنت أجازة فيه؟ قال لي أيوة كان محجوز في العناية، لكن من يومين اتنين اختفى. قلت له اختفى ازاي يعني؟ ازاي؟ العناية كلها مترقبة بالكاميرات أصلا.
رد وقال لي أيوة عندك حق، لكن اللي حصل كان غريب. الراجل ده قام وخلع كده ومشي، محدش شافه وما ظهرش في الكاميرا انه اتحرك اصلا. جاب القدرة دي منين انه يقوم اصلا؟ محدش يعرف. الراجل ده كان جاي خلصان خالص الليلة انه قام ولف في المستشفى لحد ما راح فين؟ عارف الاسانسير اللي في الدور اللي انت بتبات فيه؟ قلتلو اه عارفه، التلاجة اللي عقليك نور، التلاجة اللي جوه الاسانسير. عمك عبد القادر يا ولدها دماغه كانت سايحة، دخل الاسانسير وفتح باب التلاجة وطلع الحقن اللي في المخلفات اللي فيها، وقعد يضرب ويشكشك في نفسه معتقد انه عنده مرض خطير وانه الناس اللي هنا مش عايزينه يخف. قال ايه علشان يفضل يدفع فلوس في المستشفى؟ عمك عبد القادر مريض فصام، اللي جواه قاعد يقنعه انه يشكشك في نفسه بالحقن دي وان دي علاجه، لحد ما صابته عدوى من الابر المخلفه دي ومات. مات وهو قاعد في التلاجه اللي في الاسانسير. وفات اليوم والتاني والمستشفى مقلوبه عليه، وفي الاخر عمال النظافه وهم بيقلبوا مقلب الزباله ده لقيوه. يا لهوي بقى على اللي حصل، انت ما صحيتش ازاي من الصوت اللي كان بره في الدور؟ ترى انا ما صحيتش على صوت في الدور، انا صحيت عليه هو. انا شفت الراجل ده يا عم توفيق، شفته والله العظيم، شفته امبارح بالليل في نفس المكان، وشفته النهارده الصبح دخل عليا الاوضه قبل ما انت تيجي. انت مصدقني يا عم توفيق صح؟ بص لي شويه وبعدين قرب مني وطبطب على كتفي، وبعدين قال لي ان هو كمان شافه وانه ده العادي وانه متعود على كده. قال لي ان هما بيزوروه كتير وبيقولوا كتير وبيعرف ان هما هيجوا الأوضة عنده قبل ما يخشوها. قلت له طب انا شفت ليه؟ انا مالي؟ رفع كتافه كده بان هو ما يعرفش، ولقيته هو اللي بيطلب مني ان انا اخرج من الأوضة. قال لي كفاية عليك كده واطلع نام وبلاش تكمل الغسل احسن، أديك شايف حالة الراجل مش قد كده، وإنه هو متعود لكن أنا مش متعود على المناظر دي. سبته وخرجت وأنا دماغي عمالة تودي وتجيب. اللي شفته ده كان إيه قبل ما أعرف أصلا حكايته من عم توفيق؟ وإيه الراجل اللي شبهه بره وبيقولوا إنه هو أخوه التوأم ده؟ الموضوع مرعب أكتر مما أي حد يتخيل. أنا جاي أحكي حاجة جايز تكون حقيقية، كيس تعتبروها لأ، وإن جزء كبير منها كان مش منطقي إن هو يتحكي ومش منطقي إنه يتقال عليه حقيقي أصلا، لكن والله العظيم ده اللي حصل. شفته قبلها ومرتين، والراجل أخوه التوأم ده الشبه ما بينهم رهيب. أنا عارف إنه عادي إن هم يبقوا شبه بعض، بس ليه دول؟ ليه الشخص ده بالذات؟ أنا معرفش. سؤالي ليك دلوقتي هو، من اللي انت سمعته ده، هل اللي حصل حقيقي بالكامل ولا دي العيب؟ مين اللي فتح باب التلاجة اصلا علشان تشبك في البنطلون؟ محدش فكر في دي؟ بلاش، الباب المفتوح بتاع الأوضة اللي عم توفيق بيقسم انه ما فتحهوش، ما فكرتوش فيه برضو؟ انا عارف ان ده مش عادي وبس كده. البداية كانت مجرد فيلم زي أي فيلم هنصوره ونقول فركش وكل واحد يروح لحاله، لكن للأسف ده ما حصلش، لأن ده ما كانش مجرد فيلم، دي كانت لعنة حلت على واحد فكر حتى مجرد تفكير إنه يقرأ السيناريو، وده عشان ساعتها هتكون آخر حاجة هيقراها في حياته كلها. من سخرية الحياة إنه الفيلم كان فيلم كوميدي بيحكي عن واحد حظه وحش وبتحصل له حاجات غريبة في بيته، والحاجات الغريبة دي بتبعد عنه كل الناس حتى حبيبته، وبيكتشف في آخر الفيلم وجود شبح ورا كل ده، شبح أخوه اللي مات من سنين وبيعمل كل ده بس علشان أخوه يفضل معاه في نفس البيت. وعلى عكس نهاية الفيلم السعيدة بأن روح أخوه أخيرا بتتحرر وهو بيرجع لحياته الطبيعية، فالواقع ما كانش مبهج قوي كده. الضحك قلب نكد والفرحة قلبت رعب وفزع، وده بمجرد مسيرة الفيلم حتى بتتحكي.
أنا مراد الراوي، كاتب الفيلم الملعون ده، وأكتر واحد يقدر يحكي لكم الحكاية من الأول. الموضوع بدأ لما قررنا نختار بطل الفيلم، وطبعا كأي كاتب اخترت نجم مشهور وعرضت عليه السيناريو. سبت الورق عنده ومشيت، لكن الغريب هو الخبر اللي صحيت عليه الصبح، وفاة الممثل المشهور هيثم شريف نتيجة إصابته بأزمة قلبية. بس ده ما كانش الجزء الأغرب من الخبر. الخبر كان مصاحب معاه صورة يعني يمكن مش ناس كتير جدا حبتها. كانت صورته هو ميت على الكرسي، كان ميت على نفس الكرسي اللي سيبته عليه، ما تحركش حركة واحدة بس، وفي حاجة جنبه وقع على الأرض، وهي ورق السيناريو. يمكن كانت صدفة غريبة مش أكتر، وأنا بصراحة حاولت ما أقفش عند النقطة دي كتير، وقلت أبدأ أدور على ممثل تاني قبل ما الموضوع ده يتعرف في الوسط ويبدأ بقى يحصل مشاكل وشوشرة. وفعلا رحت الممثل تاني أقل شهرة، وكان بقاله فترة طويلة الحقيقة ما اشتغلش، فكنت متأكد أنه هيقبل على طول، وده فعلا اللي حصل. بدأنا نحضر للفيلم واخترنا بقية الكاست اللي ما كانش عدده كبير، وبنينا الديكور وكل حاجة تقريبا بقت جاهزة، مش فاضل غير البطل والبطلة علشان نبدأ نصور أول مشهد. وعلى الرغم من أن النهاردة أول يوم تصوير، إلا أنهم اتأخروا جدا ومحدش فيهم كان بيرد على تليفونه. ولما ردوا أخيرا اتمنيت فعلا أني ما كنتش اتصلت ولا سمعت الخبر اللي سمعته ده. البطل قرر أنه يجي مع البطلة سوا بعربيته، نفس العربية اللي فرملها بقدرة قادر عطلت فجأة وكانت السبب في حادثة بشعة راح ضحيتها البطل، والبطلة دخلت في غيبوبة. ولأن الكوارث لا تأتي فرادة، فجزء من الديكور ولع لوحده طبعا من غير أي تفسير بعد ما جالنا الخبر المشؤوم ده، وقضينا بقية اليوم بنحاول نطفي الحريق وننقذ ما يمكن إنقاذه ونعد الخسائر. المنتج بدأ يخاف من الفلوس اللي بتتصرف حرفيا على الأرض، وفكر يلغي الفيلم من أساسه، لكن أنا أقنعته بأعجوبة أننا نكمل ونخفض الميزانية عن طريق أننا نختار بطل أو بطلة يعني من الوجوه الشابة، وهم أنه أجرهم هيبقى مش كبير، وكمان هيبقوا ما صدقوا تجيلهم فرصة، ومش هيفرق معاهم الإشاعات عن لعنة الفيلم، لعنة الفيلم اللي كانت بدأت تنتشر الفترة دي، خصوصا أنه ده فيلمي الأول واللي حاربت كتير قوي علشان يظهر للنور، وأنا بصراحة مش ناوي أضحي بيه بالبساطة دي. وفعلا بدأنا نختار الممثلين اللي أغلبهم تمثيلهم ما كانش أحسن حاجة، بس يعني يعتبر مقبول، ولأننا مجبرين اخترت أحسن المتقدمين وبدأنا تصوير تاني. المرة دي صورنا أول يوم والأمور كانت مستقرة، وقلت أخيرا اللعنة اتفكت وكنت مبسوط جدا، ولكن تقريبا أنا مش مكتوب لأن فرحتي تكمل. صحيت الصبح على خبر القبض على الممثل الصاعد اللي اخترناه للدور. الغبي من فرحته راح اشترى مخدرات علشان يتبسط، واتقبض عليه بيها في كمين، وطبعا مش هيتبسط لوحده، كان جايب لنفسه ولاصحابه علشان عاملين حفلة، وبدل ما تعدي مجرد تعاطي دخل في قضية إتجار ومستقبله ضاع تماما. وقتها بسرعة ومن غير أي تفكير كلمت ممثل من اللي كانوا مقدمين قبل ما المنتج ما يعرف، خصوصا أنه كان مسافر وقتها، وقدرت استغل الفرصة واتفقت مع كل اللي كانوا في التصوير يكتموا على الموضوع، وتحملت أنا مصاريف اليوم اللي اتصور ده. وبدأنا التصوير للمرة الثالثة، بس المرة دي بقى قررت أخلي الممثل يسكن في الشقة الفاضية اللي تحتية، واللي قلت له أن أنا هأجرها على حسابي الشخصي بحيث يكون تحت عيني وأنا أكون مسؤول عن نقله لمكان التصوير. وطبعا هو وافق لأن الشقة كانت أحسن من شقته بكتير، يعني فرصة ما تتعوضش. والحمد لله أسبوع كامل عد على خير، كنت طاير من الفرحة، أخيرا خطتي نجحت واللعنة اتفكت عن الفيلم. وعلى يوم الجمعة ما كانش فيه تصوير، يومها طلبت عشاء لطيف وقلت أنزل أتعشى معاه علشان ما يعملش كارثة في يوم الأجازة، وأنا أصلا ما صدقت أن كل حاجة اتظبطت خلاص. ولما نزلت من شقتي ورحت علشان أرن الجرز، لقيت حاجة غريبة جدا، باب الشقة كان مفتوح. رنيت الجرز احتياطي ودخلت جوه الشقة وأنا بنادي عليه بصوت عالي، ولكن الكياس وقعت من إيدي في اللحظة اللي شفته فيها، كان مرمي على الأرض وسايح في دمه، وجنبه شمعدان معدن كبير غرقان دم. اتسمرت في مكاني وما بقتش عارف أعمل إيه، لكني لما بدأت أهدى شوية واستوعب
رحت أشوف نبضه زي الأفلام ما بيشوفه، لكن ما كانش فيه نبض خالص. عشان كده كلمت الإسعاف والبوليس ودخلت بقى في فيلم ما بيخلصش، تحقيق وسين وجيم، لحد ما خرجت من الموضوع بأعجوبة. ما أنا أكيد بسبب الشقة اللي أجرتها افتكروني إن أنا اللي قتلته، بس الحمد لله التحقيقات أثبتت إن خطيبته هي اللي قتلته، وده علشان افتكرته اتجوز غيرها وبيضحك عليها. هي أصلا كانت شكاكة لدرجة الهوس، وحالتها النفسية مش مستقرة، والمسكين كان بيحاول يسيبها. لكن إن الموضوع يوصل لدرجة إن واحدة تكلمها تقول لها ده جوزي، وتبعت لهم صور مع بعض، وفي الآخر تطلع فوتوشوب مش أكتر، الموضوع كان غريب ومش منطقي. ده غير إنها حلفت إنها فضلت مستنياه تحت البيت، وبعد ما شافها طلعوا مع بعض العمارة، وأول لما دخلت الشقة لقت صورة كبيرة للفرح مع نفس البنت اللي بعتت لها الصور. طبعا هو حلف لها إنه ما يعرفش حاجة عن الصورة دي، بس هي ما صدقتش وقتلته. ولما عرفت إن هو ما كانش متجوز فعلا، وإنه طلع ما كانش بيكذب، اتجننت، وهي حاليا في مصحة نفسية وبيقيموا حالتها. أنا مش قادر أفهم مين له مصلحة يعمل كده. يمكن قصة حب قديمة، بس توصل إنها تدخل شقته وتحط الصورة بكل بجاحة كده؟ وبعدين أنا ذنبي إيه شغلي يتدمر بسبب قصتهم المتخلفة دي؟ في الفترة دي بدأت أفكر جديا إن أنا ألغي الفيلم، بس الديون اللي تراكمت عليا الفترة دي أجبرتني أكمل، وإلا نهايتي هتكون السجن علشان اللعنة تكمل بقى. ومع الوقت وتكرار الكوارث الفيلم اتشهر باللعنة اللي صابته، وبقت دعاية ليه، دعاية حتى لو سلبية، بس في الآخر دعاية قدرنا نستغلها بشكل كويس علشان نشهر الفيلم أكتر وأكتر. لكن من الناحية التانية الممثلين المبتدئين كلهم رفضوا الفيلم، كانوا خايفين على حياتهم ومحدش يقدر يلومهم. ولذلك عملت إعلان جديد علشان أدور على ناس تانية، بس محدش جه. يوم التاني مفيش أي حد بيقدم على الدور، لحد ما خلاص قررت أنه فعلا أوقف كل حاجة. خلاص مفيش فايدة، الفيلم مش مكتوب له يظهر للنور. وفضل الوضع على الحال ده لحد ما ظهر عماد، شاب وسيم في كل مواصفات الممثلين الشكلية، كمان عنده حضور قوي. قابلته فورا أول لما طلب الدور، ولكنه فاجئني بشرط غريب جدا، وهو إنه مش هيمثل في الفيلم غير لو خطيبته كانت هي البطلة قصاده. ولأني طبعا مش لاقي بطلة أصلا، فاضطريت أوافق، خصوصا أنها كان عندها خبرة في المجال كويس إلى حد ما، وشكلها مناسب برضو. رجع المنتج من السفر والتصوير بدأ من تاني، وده كان بعد ما كنت خلاص قربت أترجاه تقريبا إن هو ما يلغيش الفيلم. ولأول مرة من فترة طويلة كل حاجة تمشي مظبوط بالملي. عماد ونورة كانوا وشهم حلو علينا، وفيلم قرب يخلص وأخيرا هرتاح. بس عماد فاجئني للمرة التانية بشرط أغرب، أو ممكن نقول اقتراح. عماد كان عايزني أغير نهاية الفيلم تماما بحيث تكون صادمة. التاريخ أثبت أن النهايات اللي من النوع ده بتعلق أكتر مع الناس حتى لو كانت سلبية. فكرته كانت أن البطل بعد ما بيفتكر أن روح أخوه خلاص اختفت، بيتفاجئ بيها بتلبسه في آخر مشهد، وبتخليه يقتل حبيبته بطلقة في قلبها، وبعدها الروح بتتحرر فعلا، والبطل بيتقبض عليه وبيتحكم عليه بالإعدام. كانت فكرة غريبة فعلا أنا معاكم، بس ما أقدرش أنكر أنها عجبتني. واللي شجعني أكتر كمان أن أنا أوافق أكتر من الفكرة نفسها، أنه قال لي أن الفكرة قدام الكل هتكون فكرتي أنا، ومحدش فينا هيجيب سيرة الموضوع نهائي، وكأن أنا اللي قلت يعني. ولما وافقت فورا علشان نخلص فاجئني بطلب أغرب من كل اللي فات، بس أنا في مقابل الفكرة كنت مستعد أعمل أي حاجة، أي حاجة بس أخلص أم الفيلم ده. طلب مني أني محكيش لحد النهاية خالص، وفي آخر يوم تصوير أفاجئهم بالموضوع، وأكون مجهز بنفسي المسدس المزيف، وده علشان يراقب ردود أفعال الناس في الاستوديو اللي على الأغلب هتكون نفس ردة فعل الجمهور، وبكده يقدروا يختاروا أحسن نهاية للفيلم. بصراحة مخبيش عليكم، أنا اقتنعت جدا بكلامه، أو يعني أقنعت نفسي بيه، لأنه خلاص الوقت بيعدي والفيلم خلاص قرب على النهاية. ولكن أنا بغبائي نسيت خالص موضوع المسدس ده، وما افتكرتوش غير ليلة آخر يوم تصوير، أو بمعنى أصح عماد كان بيأكد عليا وساعتها افتكرت. وطبعا كان مستحيل ألاقي مسدس في وقت قصير زي ده، وللأمانة ما كانش قدامي غير حل واحد، مسدسي. أما ما تتخضوش ده مجرد مسدس صوت مش أكتر،
اشتريته بعد اللي حصل للممثل الأخير اللي كان قبل عماد. مش يمكن تطلع لي حبيبة مجنونة تحاول تقتلني هي كمان؟ أهو يبقى حماية ليا والحمد لله طلع له فايدة هو. الصبح نزلت ومعايا المسدس، كانت لأول مرة أخرج بيه وكنت دايما بخاف إنه يحصل لي مشاكل بسببه، لكن خبيته كويس علشان ما يحصلش حاجة. وأخيرا وصلت مكان التصوير. أي نعم وصلت بدري زيادة عن اللزوم، لكن مش مشكلة عادي يعني. عماد لحسن حظي جه بدري هو كمان، وفضلنا قاعدين مع بعض شوية لحد ما الكل اتجمع وبدأنا نصور أهم مشهد تقريبا في الفيلم كله. طلعت المسدس وبدأت أطلب من قسم المؤثرات إن هما يجهزوا للمشهد بسرعة، مع اعتراض المنتج اللي فضلت ساعة أقنعه طبعا من غير ما عماد يظهر في الصورة. وفي النهاية أخيرا كل حاجة بقت تمام وبدأنا تصوير، ووصلنا لأهم لحظة وهي لحظة القتل. عماد بعد ما كان بيضحك هو وحبيبته، في ثانية سحب المسدس من جيبه ووجهه ناحية راسها وهو بيبتسم ابتسامة كلها شر، وقال جملته الأخيرة: دلوقتي بس أقدر أسيبك وأمشي. بعدها ضرب نورة بالرصاص في راسها ووقعت على الأرض وخلص المشهد. الكل في اللوكيشن فضل يسقف، يعني كان عماد عنده حق بصراحة لما قال لي إن النهايات الصعبة بتكون أحسن. وبعد رد الفعل اللي أنا شفته في الاستوديو ده أكيد هعتمد النهاية دي. بصيت ناحية نورة علشان ألاقيها لسه واقعة على الأرض، تقريبا الجلالة خدتها في التمثيل زيادة عن اللزوم. طلبت من عماد إن هو يساعدها تقوم، وفعلا عمل كده، بس هي ما قامتش. رحت ناحيتها وحاولت أفوقها معاه، يمكن المشهد كان صعب عليها فداخت ولا حاجة. بس إيه ده؟ الدم ده غريب، مش زي الدم اللي احنا متعودين نستخدمه، وكمان الفتحة اللي في راسها نتيجة الرصاصة واقعية زيادة عن اللزوم، وجسمها بارد زي التلج. وإيه ده؟ حطيت إيدي على رقبتها علشان أشوف النبض، وكل ده أنا مش مستوعب اللي حصل لسه. مفيش نبض. اتنفضت بسرعة وبعدت عنها وأنا ببص حواليا وأنا مذهول. الكل بدأ يقرب علشان يشوف إيه اللي حصل، وأنا ما بتكلمش. حتى لحد ما وصلوا لنفس الاكتشاف اللي أنا وصلت له، الرصاص كان حقيقي ونورة ماتت بجد. عماد فضل فترة مش قليلة بيحاول يستوعب إنه قتل خطيبته بإيديه وسط صريخ وهرج ومرج في المكان. ومرة واحدة قام وقف وهو بيزعق وبيصرخ وبيعيط في نفس اللحظة: أنا ما قتلتهاش، ده تمثيل صح؟ مقلب، أكيد ده مقلب. سكت بعدها ثانية، وفي اللحظة اللي بعدها اتفاجئت بيه جاي ناحيتي وبيمسكني من رقبتي. للحظة افتكرته هيقتلني وكنت حرفيا بتشاهد خلاص. أنت السبب، أنت عملت إيه؟ أنت اللي جبت المسدس، إزاي تحط فيه رصاص حقيقي؟ خطيبتي عملت لك إيه علشان تقتلها وكمان بإيدي أنا؟ بإيدي أنا؟ ساب رقبتي بعد ما كنت خلاص قلت محدش هيقدر يخلصني من تحت إيده، لأنه معاه حق. قرب ناحية نورة وبعد الكل عنها وفضل يحضنها وهو بيصرخ: نورة، نورة اصحى يا نورة، أنا آسف، أنا كنت فاكر الرصاص مزيف زي الأفلام، كنت فاكر لعنة الفيلم دي مجرد دعاية مش أكتر، لكنها طلعت بجد. أنا سامحيني، أنا اللي أقنعتك نصور، أنا اللي جبتك للموت بإيدي، يا ريتني كنت حطيت المسدس ده في راسي وقتلت نفسي وانت فضلتي عايشة. سكت فجأة وفضل يبص حواليه لحد ما لقى المسدس ومسكه، بس المرة دي وجهه لراسه هو، والناس كلها حرفيا ما قدرتش تنطق من الصدمة. أنا ما قدرتش أحميكي، يبقى على الأقل أفضل معاكي. ناس كتير كانت بتحاول تنقذه، لكن محدش لحقه. الرصاصة اتضربت ووقع على الأرض ميت زيه زي نورة. المرحلة دي الناس كلها بدأت تهرب من الاستوديو خوفا على حياتهم من اللعنة، وأولهم أنا. خرجنا كلنا علشان نبلغ البوليس والإسعاف وسبنا الجثتين جوه. بس في حاجة غريبة قوي حصلت ومحدش قدر يلاقي لها أي تفسير. لما دخلنا تاني اكتشفنا إن جثة عماد اختفت من اللوكيشن. البوليس جه والمكان كله كان مليان بفريق كامل من المعمل الجنائي. أخدوا جثة نورة للتشريح وبدأوا يحققوا مع الكل وأولهم أنا.
أو المشتبه فيه طبيعي يكون صاحب الفكرة الجهنمية اللي تسببت في الكارثة دي من وجهة نظرهم. ما أنا بغبائي ما قلتش لحد إن عماد هو صاحب فكرة مشهد موت نورة، وبكده بقيت أنا اللي في وش المدفع. ومع اختفاء جثته الغريب كمان الموضوع بقى فعلا مرعب. وطبعا موضوع أن المسدس مش مترخص اتكشف، وأنه كمان مسدس حقيقي مش مجرد مسدس صوت. كل ده خلاني مش بس المتهم الأول لكن كمان الرئيسي، خصوصا بعد انتحار عماد. كان ممكن أحط مليون اتهام لولا أنه صاحب الفكرة، لكن دلوقتي عمر ما حد هيصدقني. أصلا مجرد اقتراحي للنهاية خلى الكل يشك فيها. الموضوع كبر وأخدت 4 أيام على ذمة التحقيق، وطبعا الكل بعني علشان يبعد نفسه عن الشبهات، لدرجة أنهم حتى ما كلفوش نفسهم يعينوا لي محامي. وبما أن أهلي برا مصر ما يعرفوش حاجة عن اللي بيحصل، اضطريت أكلم حد من أصحابي القدام علشان يساعدني. شهاب صاحبي من أيام الجامعة، آخر مرة تقابلنا فيها حصل بينا خناقة كبيرة وبعدها محدش فينا كلم التاني، لكني مضطر حاليا أكلمه. والدته اللي ردت عليا وهي مستغربة جدا، حاولت أتكلم بسرعة علشان وقت المكالمة لكنها كانت أقصر مما توقعت. كانت كلمتين وبس، شهاب انتحر. رجلي ما بقتش شايلاني من الصدمة، طلبت أرجع الزنزانة من غير ما أكلم حد. إزاي انتحر؟ أتمنى ما كنتش أنا السبب. اللي عملته فيه ما كانش سهل بالنسبة له أكيد، وواضح إن اللي بيحصل لي ده كله بذنبه هو. الأيام بتعدي ومفيش جديد، مرمي في زنزانة ضيقة وسط المجرمين. ده طبعا غير زنزانة عقلي اللي حبستني جوه الإحساس بالذنب. موضوع المحامي اتحل بعد كده، بعد ما اضطريت أوصل لأهلي برا مصر وأقول لهم، ولو إني ما كنتش أحب كده خالص. وطبعا نزلوا مصر على طول علشان ينقذوني من الكارثة دي، بس هيعملوا إيه؟ القضية لبساني لبساني. المسدس بتاعي وأنا اللي جبته وأنا صاحب الفكرة، الحلقة الوحيدة اللي ناقصة بالنسبة لهم هي السبب مش أكتر، عشان مفيش بينا أي سابق معرفة، أقصد يعني بيني وبين القتيلة. بس اللي كان شاغلني فعلا ويمكن أكتر من الجريمة نفسها هو اختفاء جثة عماد. طبعا الكل قال ساعتها عفاريت ولعنة الفيلم، بس كل ده ما دخلش دماغي. في احتمال على الرغم من صعوبته إلا أنه ما كانش راضي يخرج برا عقلي، هو أن عماد اللي ورا كل ده، وأن مسألة موته مجرد لعبة. بس ليه عمل فيا كده؟ ده اللي ما قدرتش أفهمه أبدا. حاولت ألمح للضابط اللي بيحقق معايا لكن رد فعله كان متوقع. ما تحاولش تستغل موهبة التأليف اللي عندك في أنك تطلع من القضية، علشان اللي بتتكلم عنه ده خيال. عماد مات قدام الكل، وجثته اللي اختفت دي أكيد حد ورا سرقتها علشان يخبي حاجة مش عايز حد يعرفها. ومش هستبعد خالص إن الشخص ده يكون أنت، والسبب واضح، وهو إنك بتحاول ترمي التهمة على بني آدم ميت. كده ما بقاش عندي أي أمل. الرصاصات الفشنك اللي كانت في المسدس اتبدلت برصاص حقيقي، ومفيش أي إثبات إن مش أنا اللي بدلتها. بس ثانية، عماد كان يقدر يبدلها بسهولة ساعة المشهد، والمشهد اتصور. يعني لو رجعنا المشهد اللي اتصور من البداية ممكن أقدر أثبت نظريتي وبالدليل. طبعا قلت ده للمحامي، وبالفعل بدأ يحقق في الموضوع بعد ما اديته خيط البداية. كمان في الفترة دي كانوا بيحققوا مع أهل نورة وبيحاولوا يوصلوا لأهل عماد علشان يبلغوهم بموته، بس النتيجة كانت غريبة جدا. أهل نورة أصلا كانوا رافضين الجواز علشان ما قدروش يوصلوا لأي معلومات عنه، غير إن هو متربي في ملجأ وشغال ممثل، وحتى اسمه ده اختاروه في الملجأ، الملجأ اللي محدش قدر يعرف اسمه حتى. وطبعا نورة ومع رفض أهلها حاولت تنتحر، فاضطروا يعملوا خطوبة بسيطة علشان يسهروها لحد ما يلاقوا حل، وده علشان ما يخسروش بنتهم. لكن الموضوع زي ما انتوا عارفين انتهى بكارثة، ولكن الكارثة الأكبر بقى كانت في التصوير. المحامي ما لقاش أي حاجة تثبت تبديل الرصاص، يعني القضية كده خلاص انتهت. يعني مش بس حياتي المهنية اللي انتهت وفيلمي اتمنع من العرض،
لا ده أنا شخصيا خلاص هودع الحياة كلها. أنا دلوقتي بس اتأكدت إن ده ذنب شاب، ما كانش لازم أسرق منه سيناريو الفيلم وانسيبه لنفسي بعد ما عدلت عليه. كان طيش شباب وطمع وغباء مني، وده تسبب في انتحاره ودلوقتي هيتسبب في موتي. لو بس أقدر أرجع بالزمن شوية يمكن كنت قدرت أغير حاجات كتير، لكن للأسف محدش يقدر يعمل ده. بس لو ده ذنبي ليه كل الناس دي ماتت بالشكل ده؟ هما كمان كان ذنبهم إيه علشان يتاخدوا بذنب أنا اللي عملته؟ أعتقد إن أنا هموت قبل ما أعرف إجابة السؤال ده. عدى وقت معرفش حتى قد إيه، ما بقتش بعد أيام شبه بعضها ونهاية واضحة وضوح الشمس. مش فاضل غير قاضي يجي يقول كلمة النهاية، وحتى ده كمان حصل. الجلسة معادها تحدد والحكم كمان صدر. كنت متأكد إني هاخد إعدام، بس المحامي كان شاطر وقدر يخفف الحكم بعد الاستئناف لمؤبد. الكل كان متوقع أني هفضل أصرخ أني بريء، لكني ما نطقتش بولا كلمة. كأني من جوايا حاسس أني بدفع تمن موت شهاب بشكل غير مباشر. أنا فعلا استحق اللي بيحصل لي. مشاعري بعد الحكم كانت متلخبطة، مش عارف المفروض أفرح ولا أزعل. أفرح علشان هعيش، ولا أزعل علشان هعيش بقية عمري في زنزانة؟ هعيش وأنا شايف قهرة أمي وأبويا عليا وهم مش قادرين يعملوا لي أي حاجة. مش بس كده، ده كمان في ضميري اللي حول حياتي لعقدة ذنب مش بتنتهي، وبقيت مضطر أحاول أتعايش معاها الباقي من حياتي. سنة كاملة عدت، لا عارف أثبت براءتي ولا عارف أعيش جوه السجن. كل يوم بيعدي عليا بحس حيطانه بتضيق أكتر وأكتر لحد ما بقيت شبه الجثة. بس الفرق الوحيد بيني وبينها ان لسه جسمي بيتحرك، على الرغم من ان الروح اللي جواه ماتت وشبعت موت. كنت فاكر اني هبقى قوي وهستحمل، لكني كنت اضعف مما تخيلت وانهارت. انهارت زي شهاب بالظبط، وخدت نفس القرار اللي هو كمان اخده في لحظة يأس. يمكن اللعنة ان حياتي تتحول لجحيم زيه، اني امر بكل لحظة قهر هو مر بيها وهو بيحاول يقول للكل أنه صاحب السيناريو الحقيقي بعد ما كسب في المسابقة. بس أنا ساعتها كنت قدام الكل الفايز، صاحب السيناريو، وأي حد تاني هيظهر فهو كذاب قدام الكل لأنه مش متسجل باسمه. ما حاولتش أبين الحقيقة ودافع عنه، تجاهلته كأنه مش موجود. مشكلته الوحيدة أنه وثق فيا، وأنا غدرت بيه من غير ما تتهزلي شعرة. وهو أديني دلوقتي محبوس هنا وبدفع تمن غلطتي بأغلى حاجة بملكها، عمري. ما كانش سهل إني ألاقي وسيلة للانتحار جوه السجن، بس بما إن الحاجة الوحيدة اللي فضلت محتفظ بيها هي ذكائي فقدرت ألاقي الطريقة. شوية فلوس لواحد معايا في العنبر خليته في ظرف يوم واحد يوفر لي سكينة صغيرة. ما كنتش محتاج أكتر من كده علشان أنفذ اللي في دماغي. دخلت الحمام وقفلت الباب عليا. فضلت واقف فترة طويلة قبل ما نفذ القرار اللي خدته بالفعل. ما كنتش ناوي اتراجع عنه مهما حصل، بس تقريبا دي هيبة الموت ورهبته اللي قادرة تفزع حتى أعظم الشجعان. فما بالك بشخص أناني زي عاش حياته كلها لنفسه وهو بيهدوس على الكل علشان مصلحته؟ أكيد مش هتكون حاجة سهلة. أخيرا اتشجعت وأخدت القرار. ما كنتش متخيل إن قطع الشرايين بيسبب الألم ده كله. فعلا الواقع مش زي الأفلام، الواقع أسوأ وأقسى بكتير. الدم بدأ يخرج من مكان الجرح. سندت ظهري للحيطة وأنا مش مستوعب الحالة اللي وصلت لها من اليأس. خلاص كده الحدوتة خلصت؟ خسرت صاحبي والفيلم وحياتي بسبب الطمع؟ يا ترى الحياة فعلا مستاهلة كل اللي بنعمله فيها ده بحجة إننا نبقى ناجحين؟ يا ترى النجاح يستحق إن الناس تموت علشان غيرها ينجح ويبقى مشهور؟ كم واحد مات أو تأذى في الحكاية دي بسبب طمعي وأنانيتي؟ أنا دمرت حياتي وحياة ناس كتير جدا بسبب غبائي. أتمنى حياتي تنتهي بسرعة وأخلص من العذاب اللي أنا فيه ده. يمكن بس ساعتها روح شهاب ترتاح، وروحي أنا كمان. جسمي كله بدأ يتخدر وروحي حاسس بيها بتتسحب من جسمي. نفسي بيروح والحياة كلها بتختفي من قدام عيني، ومش باقي بس غير السواد. خلاص كل شيء انتهى أخيرا،
وهرتاح لأول مرة من سنة كاملة عدت. كنت فاكر إن كل حاجة انتهت خلاص، بس لحظة، إيه الصوت اللي أنا سامعه ده؟ أنا كده مت فعلا ولا اتجننت؟ أنا مش فاهم حاجة، حد يفهمني؟ أنا سامع دلوقتي صوت عماد إزاي؟ سامع صوته بينادي عليا من بعيد، بس جسمي كله كأنه متخدر. بحاول أفتح عيني بس حاسس بصعوبة في ده، في نور قوي مش مخليني قادر أفتحها. أخدت وقت طويل عقبال ما قدرت أفوق أخيرا واستوعب اللي أنا شايفه. كنت نايم على السرير في أوضة ضيقة ومبهدلة، وإيدي متعلق فيها محاليل والإيدي التانية فيها الكلبشات. أنا عايش، ما متش، واضح أن قدري أني أتعذب، وواضح كمان أن حياتي مش هتخلص بالسهولة دي. بس إيه تفسير صوت عماد اللي أنا سمعته؟ يمكن كان مجرد تهيؤات، يمكن. لمحت الدكتور واقف في طرف الأوضة ومديني ظهره وكأنه كانوا بيحضر حقنة أو حاجة زي كده، وفعلا كان عندي حق. قرب مني وقبل ما ألحق أسأله أي سؤال غرز الحقنة في المحلول اللي كان متعلق في إيدي، وثواني معدودة وبدأت أحس إحساس غريب بينتشر في جسمي كله، إحساس أول مرة أحس بيه في حياتي وما أتمناش أحسه تاني أبدا. جسمي كله بيتخدر بس ما بفقدش الوعي. كنت حاسس بكل حاجة بتحصل حواليا بس مش قادر أتحرك ولا أتكلم، مش عارف إيه الزفت اللي ادهولي ده. بدأ يقرب مني من غير ما ينطق بأي كلمة، في لحظة واحدة شال الكمامة اللي كانت مدارية وشه من اللحظة الأولى اللي شفته فيها عشان يبان وشه الحقيقي. الصوت اللي سمعته ما كانش تهيؤات زي ما تخيلت، ده كان هو بشحمه ولحمه، عماد. مليون سؤال جم في دماغي في اللحظة دي بس ما قدرت أنطق ولا واحد فيهم. كان نفسي أصرخ وأقول عماد عايش أهو، هو اللي بدل الرصاص مش أنا، هو اللي قتل نورة، بس صوتي ما خرجش بره حدود دماغي. كان نفسي أمسك رقبته وأحصرها جوه إيدي علشان على الأقل أتحاكم على حاجة عملتها. كان نفسي أعرف هو ليه عمل فيا كده. قفل الباب وسحب كرسي وقعد جنبي وهو حاطط رجل على رجل. بدأ يتكلم ويجاوب على كل حاجة دارت في دماغي من غير ما أسألها. الموضوع طلع أكبر وأغرب مما تخيلت. أنا ما كنتش متخيل إن نص فيلم كوميدي زي ده يتسبب في كل الكوارث دي. اوعى تكون صدقت إني مت، عشان ساعتها هزعل بجد. ده أنت حتى المفروض مؤلف كبير فاز بجايزة مهمة عن السيناريو اللي كتبه بمجهوده الشخصي، مش كده ولا إيه؟ مش ده برضو كان مجهودك الشخصي يا مراد؟ كنت فاكر إن اللي عملته هيعدي بالبساطة دي ويمر مرور الكرام، لكن أنت بتحلم. الحق دايما لازم يرجع لصاحبه ولو حتى بعد 100 سنة. طبعا أنت فاكر إني بتكلم عن شهاب وحقه، بس أنت غلطان. أنا أقصد العكس تماما، لأن هو نفسه أخد الجزاء اللي كان يستحقه. ببساطة دفع تمن طمعه وجشعه في اللي مش ليه. ما تستغربش، النص اللي سرقته منه ما كانش ملكه أصلا، كان ملك أخويا اللي تعب فيه ومات بسببه، وما كانش المفروض يموت، بس أنا كنت طماع زيكو وتسببت في موته. ومن يومها وهو ما سابنيش، صوته في ودني على طول علشان أخد له حقه، مش منكم بس، مننا كمان طبعا. أنت مش فاهم أي حاجة من اللي أنا بقوله، وعلشان كده هحكي لك كل حاجة من البداية، يمكن تفهم. أنا وعادل أخويا كنا على طول زي ما بيقولوا كده نائر ونقير. كان هو الشاطر الملتزم اللي مفيش منه اتنين ومصدر الفخر لأبويا وأمي، وأنا الواد الصايع الفاشل اللي مش فالح غير في الخروجات والفسح، العيل اللي مش قادر حتى يكون ناجح في دراسته. المقارنة عمرها ما كانت في صالحي، ولا حد حاول يفهمني في أي وقت من الأوقات حتى هو. ومع إني كنت بحبه بس ما قدرتش أسيطر على إحساس الغيرة اللي بدأ يكبر من جوايا ناحيته يوم ورا التاني، كأنه لعنة سيطرت على كل ذرة من جسمي. الإحساس ده هو اللي كان بيحركني دايما ضده، بيخليني على طول أحاول أتصيد له أخطاء بأي شكل وبأي طريقة.
لحد ما الموضوع بدأ يتحول لهوس. كل هدفي كان إني أهز صورته في عينيهم بأي شكل، يمكن ساعتها يقدروا يشوفوني. عادل كان من صغره بيحب الكتابة، وبالصدفة وأنا بدعبس في حاجته وهو مش موجود لمحت كلمة سيناريو. أنا كنت ملاحظ أنه بيقضي وقت طويل في الأوضة وهو قافل الباب، وده السبب اللي خلاني أدور فيها أصلاً من الأول، بس ما تخيلتش أنه بيحضر لفيلم، ودي خطوة كبيرة بالنسبة له. بس أكيد لو اختفى الفيلم هيدمر حلمه، وعشان كده ما خدتش السيناريو ساعتها، كنت مستنيه يكمل الأول وبعدين أخده. ولأني كنت عارف أنه بيحب يشتغل بالطريقة القديمة في الكتابة، فكنت متأكد 100% أن مفيش نسخ، ضربة قاضية بجميع المقاييس. كل يوم كنت بدخل أوضته أول ما بينزل علشان أعرف خلص ولا لأ، لحد ما جه اليوم اللي كنت مستنيه أخيرا والسيناريو بقى كامل وفي إيدي. أخدته أنا حتى مش عارف هعمل بيه إيه، بس أهم حاجة أني أخبيه كويس علشان أخويا لو شافه عندي هتبقى كارثة حقيقية، وساعتها أهلي بدل ما يحبوني ممكن يطردوني من البيت، وكل حاجة هتتقلب ضدي أكتر ما هي مقلوبة. ما كانش قدامي غير شهاب صاحبي الوحيد، هشيله عنده. وفعلا خرجت بسرعة وفهمت الموضوع وطلبت منه يخبيه كويس لحد ما قرر أنا هعمل فيه إيه، وطبعا أكدت عليه 1,000,000 مرة إنه ما يورهوش لحد. ولما عادل رجع سمعت صوت هبد ورزع جوه أوضته، أكيد كان بيدور عليه. فضلت قاعد في أوضتي ولا كأني سامع أي حاجة خالص، لحد ما الصوت هدي فجأة، وبعدها سمعت صوت باب أوضته بيتفتح. ما كملش دقيقة ولقيته بيفتح عليا الباب حتى من غير ما يخبط، مع إن دي مش من عادته. عينيه كانت بتطق شرار، كنت أول مرة أشوفه في الحالة دي، وقال لي أنت اللي أخدته صح؟ طبعا مثلت عليه دور البريء لحد آخر لحظة علشان ما حدش يقدر يمسك عليا غلطة. قلت له أخدت إيه؟ أنت جاي ترمي بالك عليا؟ رد وقال لي مفيش حد غيرك ممكن يعمل العملة دي، أنت اللي طول عمرك عايز تدمر لي حياتي مع إني عمري ما أذيتك. السيناريو ده الحلم اللي عشت علشانه كل السنين دي، ولازم يتحول لفيلم، وبعد بكرة آخر معاد للمسابقة، هاته وأنا أوعدك مش هحكي لبابا وماما عن اللي عملته. رديت وقلت له أنا ما عملتش حاجة أصلا علشان أخاف تقول لهم، اعمل اللي أنت عايزه وروح دور على السيناريو بتاعك ده في حتة تانية. خرج عادل من الأوضة وهو مقهور على تعبه اللي راح. كنت متأكد أني بمجرد ما هخرج من البيت هيدخل يدور في أوضتي، وده بالظبط اللي كنت عاوزه. استنيت بابا وماما يرجعوا وخرجت شوية بحجة أني هشتري حاجة، 5 دقايق بالظبط ورجعت من غير ما حد يحس بيا، علشان ألاقيه فعلا بيفتش في أوضتي زي المجنون. علت صوتي وناديت عليهم علشان يشوفوا هو بيعمل إيه، والأول مرة قدرت أقلب الترابيزة عليه وطلعت أنا صاحب الحق قدامهم، واضطر يعتذر لي علشان الموقف يعدي. الصبح كان باين عليه الاكتئاب، كأنه فعلا تعبان جسديا مش نفسيا، بس لوهلة حسيته صعبان عليا، لكن الشيطان اللي جوايا كان أقوى وخلاني أفكر في فكرة أسوأ للانتقام منه، بس كنت محتاج شهاب معايا علشان ينفذها. الفكرة ببساطة أننا نلاقي المسابقة اللي كان عايز يشارك فيها ونقدم السيناريو بتاعه، بس هنغير الاسم لاسم شهاب، وبكده أطلع أنا برا الصورة، وفي نفس الوقت أقهره في أكتر حاجة بيحبها. بس شهاب كان غبي، كلمك أنت علشان يقدر يعرف المسابقة، وهو اللي دخلك حياتنا وضيع كل حاجة بغبائه، وانت طبعا جيت وعرفته ان مفيش غير مسابقة واحدة كبيرة اخر معاد للتقديم فيها بكرة، ومثلت على شهاب ان الرواية لازم تتكتب على الكمبيوتر قبل ما تتقدم، واخدتها علشان تكتبها وتقدمها لانك ادرى بتفاصيل التقديم، مع ان المسابقة كان متاح فيها انك تقدم النص مكتوب عادي، بس انت عملت كده علشان طمعت وقدمتها باسمك، ولسوء حظي اني عرفت اللي حصل متأخر، وطبعا اتخانقت معاه جامد في التليفون علشان سابلك السيناريو اللي أمنته عليه، ولأول مرة ما كنتش حريص في تصرفاتي واسيب انفعالاتي تسيطر عليا. وبسبب انفعالي عادل سمع المكالمة وعرف الحقيقة كلها، فضل يصرخ ويتخانق معايا، ووصل الموضوع بينا ان هو تهجم عليا يمكن لأول مرة في حياته، وفضل يضربني زي المجنون. وفي عز ما كنت بحاول أبعده عني زقيته بكل قوتي، بس واضح ان الضربة كانت أقوى من اللازم.
لحظة لقيته واقع على الأرض بعد ما دماغه اتخبطت في الترابيزة الكبيرة اللي في أوضتي. الدم بيسيل من راسه وأنا واقف مذهول، مش عارف أتصرف إزاي. وعلشان تكمل، أهلي رجعوا البيت في التوقيت ده بالذات وشافوا عادل وهو في الحالة دي. ماما فضلت تحضن فيه وتصرخ زي المجانين، وبابا مسك في رقبتي وهو منهار وبيقول لي إن أنا اللي عملت كده بسبب حقدي عليه. فضلت أصرخ فيهم أنا كمان وأقول لهم إن ما كانش قصدي أقتله، هو اللي خبط في الترابيزة، أنا ماليش دخل. بس محدش صدقني، لدرجة إن بابا مسك موبايله وقرر يطلب لي البوليس بعد ما أتأكد إنه خلاص عادل مات. ما حسيتش بنفسي غير وأنا بهددهم بمسدسه اللي سحبته من هدومه في وسط الخناقة، واللي كان ما بيفارقهوش أبدا كنوع من أنواع الحماية. كانت أول مرة تقريبا أتجرأ وأمسكه فيها، كنت بهدده مش أكتر. معرفش إزاي أول طلقة خرجت وهو بيحاول ياخده مني. جسمه في لحظة بقى كله دم وإيدي كلها دم. فضلت واقف شوية وأنا مش مستوعب اللي بيحصل. في لحظة بقت قدامي جثة أبويا وأنا اللي قتلته بإيدي، وأمي كانت عمالة تصرخ بهستيريا لدرجة إنها وطرت لي أعصابي اللي هي أساساً متدمرة من كل اللي حصل. فضلت أصرخ فيها علشان تسكت لكنها ما سكتتش، والمرة دي رصاصة طلعت من المسدس غصب عني، وكأني مش إيدي هي اللي بتضرب. وفي النهاية ضربت الرصاصة اللي قتلتها هي. فضلت واقف مش مستوعب اللي بيحصل، جثث عيلتي كلها قدام عيني، وكل ده بسبب طمع غبي راح ضحيته عيلتي كلها في لحظة. فضلت ماسك المسدس كرد فعل لا إرادي، كأنه بقى جزء مني. وقفت وأنا ما عنديش أي فكرة المفروض أعمل إيه. ساعة كاملة عدت وأنا على الحالة دي، لحد ما بدأت أستوعب إني خلاص لازم أتصرف. لحسن حظ إن بيتنا معزول وليه جنينة واسعة مش مكشوفة، يعني لا في حد سمع صوت الرصاص ولا حد هيشوفني وأنا بدفن الجثث. أيوة بالظبط زي ما سمعت، لفيت كل جثة كويس بمشمع شفاف كان بابا جايبه علشان نفرشه على الأرض لما ندهن البيت. ما كانش يخطر على باله إنه هيبقى ضحية غباء ابنه وإن جثته هتتلف فيه. وأسوأ جزء كان الحفر، ده مش قبر ولا اتنين، دول تلات قبور لازم يتحفروا. سهرت طول الليل لحد ما دفنتهم ونظفت كل أثار الدم اللي في البيت، ودخلت أوضتي ونمت. نمت، معرفش إزاي جالي نوم بعد اللي عملته ده، بس من التعب تقريبا ما حسيتش بنفسي. قمت من النوم مفزوع على صوت عادل بيصرخ، مش عارف ده حلم ولا حقيقة ولا أنا فين حتى. فضلت لثواني بستوعب اللي بيحصل حواليا، شكل الطينة اللي مغرقة السرير وهدومي كانت زي الألم على وشي، فكرتني بكل اللي عملته بالتفاصيل. أنا لغاية دلوقتي حتى ما عيطتش عليهم. ومع الوقت علي كأنه لغى كل اللي عملته من دماغي، وبقت القصة اللي بقولها للكل هي الحقيقية. أهلي سافروا برا مع عادل علشان كان تعبان، وكنا مخبيين على الكل تعبه، بس الحالة بتاعته اتدهورت وكانوا مضطرين يسافروا بيه. قصة ساذجة طبعا، ما أنا مش بعرف اخترع حكايات زي عادل، لكنها كانت الفكرة الوحيدة اللي قدرت اخترعها وقتها. وعند النقطة دي افتكرت شهاب. عدى وقت طويل بعد آخر خناقة وما تكلمناش يمكن أكتر من شهر، يا ترى عمل إيه في السيناريو؟ رحت له البيت اللي كان ساكن فيه لوحده، لأنه كان عايش في القاهرة وبقيت أهله في اسكندرية. اتصدم لما شافني وتوتر، كان باين إنه مخبي عليا حاجة. وقبل ما يسألني هو عن اللي حصل بيني وبين أخويا، توهت الموضوع وسألته عن السيناريو. اتوتر أكتر المرة دي واتكلم بصوت شبه مش مسموع. حكالي عن طمعك في السيناريو وإنك بعته باسمك مش باسمه. لا ومش بس كده، ده السيناريو كسب في المسابقة وهيتعمل فيلم كمان. في اللحظة دي حسيت كأن روح أخويا اللي بتحركني. اتجننت تماما، ما كنتش قادر أسيطر على نفسي. يمكن كنت قدامه هادي لكن من جوايا نار بتغلي. الغبي ضيع الحاجة الوحيدة اللي كان ممكن أعملها لأخويا علشان أصلح غلطي. على الأقل لو شهاب اللي كسب كان ممكن أخليه يعترف بالحقيقة، لكن دلوقتي حتى ده ما بقاش ينفع. مش بس علشان أنت شخص طماع، لكن علشان عادل نفسه ما بقاش موجود. لا، واللي يضحك في الموضوع إن ما كنتش حاطط أي احتمال ولو بسيط إن السيناريو بتاعه يكسب أصلا. وبكده كل حاجة اتلخبطت،
وما لقيتش قدامي غير حل الانتقام. أكيد شهاب مش هيكون أعز عليا من أخويا، بس المرة دي كان لازم أكون أذكى. ما هو مش كل مرة هتسلم الجرة. نزلت وقلت له إني حابب أتمشى شوية علشان أهدى، ولما أرجع هنشوف هنعمل إيه. نزلت جبت منوم من الصيدلية بكمية كبيرة ومعاه سم وإزازتين عصير، وخلطت كل المنوم بالسم العصبي بتاعه، ورجعت له البيت تاني علشان أكمل تنفيذ خطتي. شرب العصير زي الأهبل، وبعد شوية معافرة نام النوم الأبدية. خفيت العصير ومسحت بصماتي من على علبة الدواء المنوم والسم وحطيتهم جنبه ومشيت. رجعت البيت لميت حاجتي وقررت أختفي الفترة، وأي حد كان بيسألني رايح فين تلقائي كنت بقول مسافر أطمن على أخويا. في الفترة دي جه دورك في الانتقام. مع بداية تنفيذ الفيلم أخدت الخطوة الأولى. مش عارف ليه عملت كده، بس كاني ما كنتش في وعي كل مرة بقتل فيها. أول ممثل زورته بعد ما أنت ممشيت، وطبعا ما نسيتش أخد معايا نوع عصير قيم وحطيت فيه دواء بيأثر على نبضات القلب بشكل معين، ومع شخص عنده ضغط عالي زيه النتيجة كانت مضمونة وسريعة وما بانتش في التحليل. الغريب إن عمري ما كنت مهتم بالطب، على عكس أخويا اللي بالرغم من كونه كاتب فهو خريج كلية طب أصلا، بس النت ما خلاش. كل حاجة موجودة عليه، من أول وصفات الطبخ لحد طرق القتل. كوميديا سودة، كل حاجة بقت سهلة وسريعة لدرجة مرعبة. سبت السيناريو جنب جثته علشان أبدأ بالتدريج أدخل في دماغكم موضوع اللعنة. والضحية التانية كانت أسهل، بوظت فرامل العربية، ومع سواقته المتهورة النتيجة كانت معروفة. التالت بقى هو اللي قتله كان مسلي قوي، حبيبته كانت غبية ومجنونة بيه، وأنا بكل بساطة استغليت ده. زيفت الصور وبعتها لها، ومع كام رسالة ومكالمة ببرنامج تغيير الأصوات أقنعتها. ما كنتش محتاج أكتر من كده، لأنها كانت بالفعل مكونة صورة إن هو بيخونها جوه عقلها المريض. بس أنا مش بحب أسيب حاجة للصدفة، وعلشان أثبت التهمة عليه دخلت الشقة بعد ما سرقت مفتاحها في التصوير وحطيت له الصورة اللي كانت سبب في نهايته. صحيح نسيت أقولك أني كنت حاضر في كل أيام التصوير بين العمال، بس غيرت من شكلي شوية علشان محدش يعرفني، وأكيد طبعا كنت السبب في الحاجات الغريبة اللي حصلت في اللوكيشن. ما أقدرش أنكر أن حوار اللعنة ده عجبني قوي وكنت مستمتع بيه. قررت كمان أستغله لصالح نفسي المرة دي. الظاهر أن الطمع ده تقريبا جزء مني وعمري ما هعرف أتخلص منه أبدا. كنت محتار في موضوع البطلة ده جدا، كنت محتاج حد يكون تحت سيطرتي، لحد ما جات لي الحد عندي من غير حتى مدور. جات لقضاها زي ما بيقولوا. نورة حبيبة أخويا اللي أخيرا رجعت مع أهلها من برا مصر، وأول حاجة دورت عليها كان هو طبعا. قلت لها اللي بقوله للكل، بس ما اقتنعتش، فقررت أغير الخطة. فهمتها إنك سرقت منه السيناريو وإنه أخويا تعب جدا، وبعد كل ده ما حصل بقى بيتعالج نفسيا برا مصر ومش بيكلم أي حد، وإني قررت أستنى هنا في مصر علشان انتقم له. وهي زي الهبلة اقتنعت بكلامي، وخطتنا بدأت بالخطوبة المزيفة بعد ما ضحكنا على أهلها وغيرت في شكلي شوية وعملت نفسي يتيم. والسخرية الحياة إن في الوقت ده كنت بقيت يتيم بجد مش مجرد تمثيل، بس طبعا ما كانش حد يعرف. والجزء التاني من الخطة كانت إننا ناخد بطولة الفيلم علشان لما ينجح ونتشهر نقول للكل الحقيقة عن عادل والسيناريو المسروق. ده اللي نورة كانت فهماه، لكن اللي في دماغي كان حاجة تانية خالص. ما كانش ينفع اللي عملته يتكشف، اللي خططته للانتقام منك كان أذكى من كده، بس الأول سري كان لازم يموت معاها بقفلة ملحمية. الوضع مش مستحمل أي مجازفة أكيد. خطتي خلتني أضرب عصفورين بحجر واحد، وأنا حاطط رجل على رجل زي ما بيقولوا. أنت تشيل القضية وهي تموت، وأنا قدام الكل أختفي من الوجود وأبدأ حياة جديدة. اضطريت أتخلى عن طمعي لأول مرة في حياتي في سبيل انتقامي. ضحيت بالشهرة والمجد. تصدق أني ساعات ما كنتش ببقى فاهم أنا عايز إيه أو حتى بعمل كده ليه؟ يمكن كنت من جوايا فعلا بحب عادل، مش عارف. كان في دايما جوايا حاجة غريبة بتحركني بس عمري ما فهمتها. المهم علشان ما طولش عليك،
أول ما خرجت يوم الحادثة من اللوكيشن أنا هربت واستخبيت والباقي أنت عارفه، بس كان في حاجة واحدة بس ناقصة فضلت ربطاني، وهي أنت. كان لازم تفهم أنا عملت فيه كده ليه، وتعرف الحقيقة كاملة قبل ما أروح له. ما هو خلاص الوقت جه، الصوت اللي في دماغي قالي خلاص إني لازم أمشي. بس ما تخافش، أنا مش هموتك، أنا هخدرك وهسيبك لعذاب ضميرك ولسجنك الفترة اللي جاية، أو لمستشفى المجانين اللي هتقضي فيها وقت طويل بعد ما حاولت تنتحر ولحقوك. سلام. وعند الجملة دي عناقي برقت من الفزع، بس ما فضلتش على الحالة دي كتير لأنها قفلت غصب عني في الآخر. ولما فتحت عرفت أني اتلحقت وقعدت فترة في مستشفى الطب النفسي، وبعد ما خرجت من المستشفى عرفت أن عماد انتحر، وقبل ما ينتحر ساب رسالة بصوته، والرسالة كانت على موبايله وكان فيها اعترافه بكل حاجة، وفي نهايتها قال: كل اللي قلته ده كنت بسجله لنفسي، كان لازم الكل يعرف الحقيقة. أنا سبت الرسالة دي ومعها التسجيل ومشيت، مشيت وأنا مش عارف أنا بعمل كده ليه، بس كأن إرادتي مسلوبة. رحت اللوكيشن التصوير المقفول ومعايا مسدس أبويا اللي قتلته بيه، ابتسمت للمرة الأخيرة وصوت عادل في دماغي: يلا يا عماد، خلاص جه وقت النهاية، لازم تموت نفسك علشان أسامحك زي ما اتفقنا، عشان نبقى مع بعض أخيرا عيلة واحدة بعد ما قدرت تعمل كل اللي طلبته منك. بابا وماما كمان مستنيينك، ما تخافش، أنا هعرف أخليهم يسامحوني ويسامحوك زي ما أنا سامحتك، بس أنت ما تتأخرش. أنا هنفذ كلامه زي ما قاله بالحرف، وهضرب نفسي بالنار، بس كان نفسي أشوف هتنفذوا طلبي أنا وعادل الأخير ولا لأ. أنا نفسي تعرضوا الفيلم بعد ما اكتشفتوا أنه مش ملعون زي ما وهمتكوا، بس أهم شرط أن اسمنا احنا الاتنين يجتمع على الأفيش، أنا في بطولة الفيلم وهو ككاتب الفيلم. ساعتها بس هتأكد أنه خلاص سامحني. وانتحر عماد، وبعد اعترافه باللي عمله خرجت من السجن وسافرت برا، وحاليا بحاول أبيع الفيلم لحد يعرضه، بس باسم المؤلف الأصلي عادل، أخو البطل القاتل المنتحر عماد.